اتمنى بس منك دقايق. مليت هالوضع والله صدقني مليت، صرت اتمنى بس منك دقايق. طوفت لك مشيت لك لكن انت ما ديت، إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، ويستمر بوح الحكايات في حديث الروح. الحديث يأخذكم إلى تجارب فريدة بين التاريخ وأشياء أخرى، بين التاريخ وأشياء أخرى. حديث الروح مع نائلة بنت ناصر البلوشي، كل خميس من 8 حتى 10 مساء. مساء الخير، أهلا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من حلقات حديث الروح. نتواصل معكم عبر إذاعة الشباب من الآن وإلى 10 كالعادة في حلقاتنا المباشرة من حديث الروح، ومع الضيوف الذين يجددون هذا الحديث بأرواحهم الطيبة، بأرواحهم القريبة إلى النفوس. ضيفنا اليوم شخصية ثرية إلى حد كبير، ومتواضعة أيضا إلى حد كبير، شخصية قريبة إلى النفس كثيرا، وهو سعادة الشيخ أحمد بن سعود بن سعيد السيابي، أمين عام بمكتب المفتي العام للسلطنة، أو أمين عام بمكتب الإفتاء. حلقتنا ستكون ثرية بعدد من القضايا وبعدد من الأفكار الجديدة والمختلفة، التي أيضا هي انبثاق لفكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي، الذي يحلل الأشياء والذي يعلي من سلطة العقل، الذي يحترمه كثيرا إلى جانب احترامه إلى عقول الآخرين كثيرا أيضا. أهلا وسهلا فيك الشيخ أحمد في حديث الروح. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. والحقيقة أنا يعني أحيي إذاعة سلطنة عمان يعني على هذه الفرصة الطيبة بأن هيئت لي هذا اللقاء الذي سوف أتواصل فيه صوتا مع المستمعين الكرام. أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك الشيخ أحمد. إذن سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي هو ضيفنا في حديث الروح. معكم في الإعداد والتقديم نايلة بنت ناصر البلوشية، وفي الإخراج أخوي عبد الرحمن بن محمد الجابري. وأيضا أشكر أخوي عبد الله بن مختار البلوشي، أيضا أشركت معي في هذه الحلقة في بعض الجزئيات في الحلقة، في إعداد أثناء إعداد الحلقة، فشكرا جزيلا لك أخوي عبد الله على تعاونك أيضا معي. في حلقتنا كالعادة سنتناول تاريخ الضيف وتاريخ شخصيته وتاريخ تجربته، وهناك محطات كثيرة في تجربة سعادة الشيخ أحمد السيابي، إلى جانب أيضا تاريخه هو كشخص وتاريخ المهني وتاريخ تجربته. هناك كثير من القضايا الجديدة والمختلفة سنتناولها مع الشيخ أحمد بحكم مكانته وبحكم اطلاعه وبحكم أيضا
قربة من كل الأوساط الدينية هنا في السلطنة وفي خارج السلطنة في العالم العربي وفي العالم أيضا. على السريع ولو أن سيرة الشيخ أحمد حافلة وبها الكثير من الأبحاث وكثير من الكتب، لكنني سأستعرضها سريعا. عمل كاتب وعمل مساعد أمين مكتبة وعمل موجه تربية إسلامية وعمل رئيس العلاقات العامة ومدير دائرة المدارس القرآنية ومدير مكتب المفتي ومدير عام للشؤون الإسلامية ومدير عام لمكتب الإفتاء ومستشار للأوقاف والشؤون الإسلامية وقائم بأعمال وكيل للأوقاف والشؤون الإسلامية، يعني عمل في عدد من الوظائف المختلفة في وزارة التربية وفي وزارة الأوقاف أيضا. مؤهلات العلمية، درس دراسة تقليدية في مسجد الخور بمسقط في اللغة العربية والشريعة الإسلامية، ثم حصل على ليسانس من جامعة بيروت العربية كلية الآداب قسم اللغة العربية، دبلوم عالي في الشريعة الإسلامية من دار العلوم جامعة القاهرة، وأيضا ماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة الزيتونة بتونس. أما الكتب فهناك كتب كثيرة سأستعرضها سريعا. الصحابي العماني مازن بن غضوبة، الرفع والضم في الصلاة، التاريخ كتاب منهجي لمعهد القضاء الشرعي في السلطنة بالاشتراك مع الدكتور محمد قرقش، وأيضا كتاب السير للشماخي تحقيق الأحاديث القدسية ومكانتها من الوحي الإلهي، أصول بيت المال في عمان وأثرها الحضاري في عهد دولة آل بوسعيد، الوسيط في التاريخ العماني، معالم السيرة النبوية، البيئة في الخطاب الإسلامي، التواصل الإباضي بين عمان والبلاد المغاربية، الدعوة عند الإباضية بين الماضي والحاضر، المرأة المسلمة حقوق وواجبات. أما البحوث فهناك بحوث كثيرة، منها جهود العلماء المصلحين في توحيد الأمة الإسلامية، أهمية إعادة كتاب التاريخ الإسلامي، المواقف التاريخية للإمام جابر بن زيد، أبو حمزة الشاري نشأته ودراسته، خلفان بن جميل السيابي زهده وورعه، أبو مسلم البهلاني حياته الدراسية والمدرسة التي ينتمي إليها، العوتبي النسابة، نزوة ومكانتها العلمية والتاريخية، الحقوق المرأة ومسؤوليتها الأسرية والاقتصادية، الحب في القرآن الكريم، دور الحوار في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة، عمان السياق التاريخي والخصوصية الحضارية، وقف الرباط العماني بمكة المكرمة، تاريخ الوقف في عمان، ابن دريد في الذاكرة العمانية، والكثير الكثير أمامي ما يقارب من 50 بحث، وهناك الكثير والكثير. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى الشيخ أحمد. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. صعبة أستعرض كل البحوث. بارك الله فيك، شكرا. تحتاج إلى وقت هذه البحوث. خلنا نبدأ من البداية، من نفعة، من ولادتك في نفعة، وأيضا التعليم الأول الذي تلقيته، وأنا عرفت أنك كنت أستاذ للشيخ صالح الصوافي. كنت تلميذ، عفوا نعم، كنت تلميذ للدكتور الشيخ الدكتور صالح الصوافي. كنت تلميذة يعني. نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح، على كل جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في الحقيقة نفعة، أنت ذكرتي نفعة. نفعة هي طبعا بلدي وقريتي ومهد، طبعا يعني مسقط رأسي ومهد طفولتي يعني، وذكريات يعني فيها ذكريات كثيرة وكبيرة وطويلة وجميلة. لا شك الذكريات بشكل عام هي جميلة يعني. نعم. يعني لأن كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي، والذكريات صلى السنين الحاكي. نعم. فالذكريات دائما يعني جميلة. طبعا أنا ولدت يعني في نفعة، في كما كغيري من أبناء العمانيين يعني. طبعا عمان مقسمة إلى بلدان وإلى قرى وإلى مدن وإلى ولايات وإلى والآن إلى محافظات. وطبعا قلت طبعا في تلك البيئة يعني المجتمعية القريبة بعضها من بعض، يعني كانت البيئة الاجتماعية حقيقة قريبة من بعض، يعني قريب بعضها من بعض يعني. يعني فولدت هناك لا شك، وذكر أيام طبعا على الصغر يعني، إنسان في العمر في 5 سنوات في 6 سنوات يؤخذ إلى
طبعا أن يتعلم مع معلم القرآن، يعني في الخارج يسمى الكتاتيب. نعم. أو الكتاب، مفرد الكتاب. يعني وجمع كتاتيب، إحنا هذا المصطلح ما عندنا في عمان، إنما نسميها مدارس القرآن في الحقيقة أو معلم القرآن. فأخذني والدي إلى معلم القرآن الذي هو كان في نفس المحلة التي أنا أعيش فيها، وهي في محلة السيح من نفعة ولاية بلبل، وهي طبعا لنعرف المستمعين بأنها قريبة من العاصمة طبعا. يعني فأخذني والدي وإلى أن التحق بمدرسة القرآن، وكان مدرس القرآن يعني اسمه المعلم خليفين بن حميد السيابي. نعم. وكان يدرس القرآن، كان في نفعة هناك مدرسان، أحدهما هناك في 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 المحلة التي أنا فيها في محلة السيح، والآخر في محل في محلة الخطو. يعني نفعة يقسمها الوادي الى 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 نصفين يعني، فنحن في النصف الغربي مدرس هناك المعلم خليفين بحميد، وفي النصف الشرقي من الوادي هناك الخطو فيها كان مدرس اخر. يعني فبدات طبعا في التعليم، اولا نبدا في الحروف الهجائيه نتغنى بها، يعني نوع من التغني حتى يسهل حفظها للطالب. نعم. البي تحت نقطه، والت فوق نقطتين، والثاء فوق ثلاث، والجيم تحت نقطه، يعني بشكل غنائي، يعني حتى تستقر في ذهن الطفل. ثم بعد أن يحفظها، اللي هي طبعا على قاعدة أبجد هوز حطي كلمة سعفس، يعني نبدأ على في الكتابة. فيكلف المعلم أحد التلاميذ الكبار السابقين أن يأخذوا بهذا الطفل الجديد أو الطالب الجديد لكي يعلمه الكتابة، ويساعده في الإمساك بالقلم طبعا. وبعد ذلك عاد نبدأ في قراءة القرآن من بداية من جزء عمه طبعا، يعني من آخر القرآن تبدأ يعني من السور القصار. يعني هذا كانت الدراسة في الحقيقة على هذا المستويات. طبعا ما هناك كان دراسات على مستوى أكبر من كذا، يعني حدها قراءة القرآن، تعليم القرآن. طبعا أنا ختمت القرآن كنت في الثامنة من العمر. مرحلة يعني تعتبر مبكرة. مبكرة. نعم. لكن طبعا هو قراءة وليس تحفيظ. وليس حفظا. نعم. هو قراءة. وطبعا فبعد ذلك بقيت بنفسي يعني أستمع وأقرأ بعض الكتب بشيء من الاجتهاد من قبلي، وهو اجتهاد بسيط طبعا. يعني الوالد كان عنده شيء من الإلمام بالقراءة، فهو يقتني بعض الكتب يداوين الشعر ويتغنى بالشعر، وكان هو الذي يكتب بين الناس. يعني الكتاب في مسائل المعاملات. نعم. في البيوع وغير ذلك كان خطه جميل مثل خطه، كان خطه جميل يعني. نعم. هو خطه حقيقه أحمد. جميل مقارنه بخطوط الموجودين انذاك وفي تلك المرحله يعتبر خطه جميل في الحقيقه. نعم. سعادة الشيخ احمد خطه رائع وجميل. والله هذا من ممارسة في الحقيقه، لاني انا ركزت على قضيه جودة الخط، لانه الخط هو كما يقال رسول صاحبه الى الاخر. فكان في السابق قضية جمال الخط يعني كما يقال يعني تقضى بها الحاجات. أي نعم تقضى. نعم. بها الحاجات يعني. فأنا ركز حقيقة على أني أمارس الخط الجميل، والحمد لله كان خطي. والآن حقيقة أنا أفضل أني أكتب بخط يدي. عندما يتاح لي أني أكتب كمذكرات حتى المسؤولين، معظم أكتبها بخط يدي يعني، لأني حتى لا أفقد هذه الميزة. نعم. يعني ما أميل كثير لقضية الطباعة، مع أن عندي المكتب موجود يعني. موجودين الذين الطباعين موجودين يعني الأخوة يعني. ولكني أنا أميل لكتابة بعض المذكرات بخط يدي يعني، لأن أحس فيها متعة. وحتى أيضا لا أفقد يعني هذه الميزة وهذا الأسلوب أو هذه الجمالية. نعم. يعني فكنت بهذا الوضع. وكيف جاء الشيخ صالح الصوافي من سلاو؟ أيوة. إلى طبعا إلى حقيقة منذ كنت في يعني على مدى تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات حقيقة ما كان هنالك مدرس، وأنا شخصيا أرغب في الدراسة. وكنت أذكر أنني يعني أجي إلى مطرح مع الوالد في كل عام مرة، يعني دائما الوالد أو الشياب عندك الأيام في الصيف يشتغلون بحصل التمور والرطب وغير ذلك، بل بالعكس أهل المطرح وأهل مسقط ينتقلون إلى البلدان لقضاء القيض، يعني أن تتوفر المياه والرطب
الأنباء اللي هو المانجو والمزروع والفواكه يعني والليمون غير حمضيات غير ذلك. وفي الشتاء بعد ما تباع التمور يعني كل بقدره يعني ما عنده من تمر يبيعه للمشترين، ثم المبلغ الذي يتحصل يعني يتحصل من ذلك المبيع يعني يأتي الشخص إلى مطرح ويتبضع كما يقال لمدة عام أو أقل من عام، يعني يأخذ الرز ويأخذ القهوة ويأخذ الحاجات اللي هي طبعا الغذاء الأساسي ذيك الأيام الموجود يعني. فكان يأتي الوالد إلى مطرح مع بعض، ينزل مع بعض أصدقائي، طبعا هي ماشي ما في فنادق، الكلام تحدث عن الستينات يعني في القرن العشرين، يعني ما في فنادق ما في أماكن، وإنما كان الناس ينزلون مع بعضهم البعض لأن كان العادات الجميلة والكرم موجود والناس تتحمل بعضها يتحمل بعضها البعض. فكان ينزل مع بعض أصدقائه في مطرح، فكنت أصحبه في الحقيقة ونقضي في وقت الشتاء. ومطرح شتاها جميل في الحقيقة، في البلدان يكون الشتاء قارس نسبيا يعني لأن البرد والمياه، ذيك الأيام كان المساكن قريبة من المياه قريبة من النخيل، ففي الشتاء يعني الجو بارد. فعندما الإنسان يأتي إلى مطرح وإلى مسقط يشعر بالشتاء الجميل في الحقيقة، يعني يشعر بالشتاء الجميل الدافي المريح. فكنت أتي مع والدي، وأنا حقيقة أرغب أني ألتحق، كنت بالمدرسة السعيدية في مطرح أو المدرسة السعيدية في مسقط، ولكن طبعا ما كان يتوفر السكن. الواحد لما يدرس أين يسكن يعني؟ صح السكن يمكن يعني يمكن الدراسة متاحة، لكن السكن أين الواحد يقضي يسكن؟ أيضا كنت توجد في سمايل حقيقة دراسة دينية تقليدية في جامع سمايل اللي هو جامع الشراع حاليا، وتوجد دراسة أخرى في نزوة ودراسة في سناو، لكن أيضا ما عندنا أقارب من حيث السكن، من حيث يعني ما عندنا أقارب نسكن عندهم ولا في أماكن أخرى للسكن. فبقيت في الحقيقة يعني، فوالدي كان يحس في هذه الرغبة في الحقيقة، وحتى أنا أذهب أنا يعني نذهب إلى زيارة مدرسة سعيدية في مطرح، هذه المرة ذهبنا وكنت أرغب، لكن كما ذكرت هو قضية السكن يعني هي الحائل بيني وبين التحق بالدراسة. المهم طبعا كما يقال لا حول ولا قوة، يعني ما في مجال للدراسة، وبقيت في يعني أتصفح بعض الكتب وأحفظ بعض الأشعار بنفسي ما أسمعه من الوالي باجتهاد مني. في عام 1970 في الحقيقة اجتمع الشياب، يعني أذكر اجتمعوا في منطقة اسمها المردس أو العوينة على ظهر مسجد على ظهر مسجد في ظل الصباح، يجتمعون لتناول القهوة عند أحد الأشخاص هنالك في تلك المحلة. فاتفق رأي الشياب جميعا على إحضار مدرس لكي يدرس الأولاد، طبعا فرضوا رسوما على كل طالب يدفع يعني، واتفقوا أن يرسلوا أحد الأشخاص إلى سناو، لأن سناو كان فيها أيام تعليم جيد وفيها المشايخ، فيها كان القاضي الشيخ حمود بن عبد الله الراشدي يعني، وهو لا يزال قاضيا، وكان الشيخ ناصب الراشد المحروقي توفي رحمة الله عليه منذ سنوات. وطبعا لا سيما وإن يعني جيراننا في بلدة سرور أحضروا بعض المشايخ من سناو لتدريس أولادهم، مثل الشيخ حمود بن حميد الصوافي ومثل الشيخ مبارك الدكتور مبارك بن عبد الراشدي. فرغب الشياب أن يحضروا كذلك مدرسا آخر، فكتبوا إلى الأشياخ في سناو أنهم يريدون مدرسا لتدريس النحو واللغة العربية والأمور الشرعية يعني أمور الدينية. فكان هناك شخص عندنا طبعا عنده سيارة كبيرة، عنده تصريح يعني يتنقل بها حاملا للبضائع وللناس بين مطرح وبين سناو، فكلفوه بالأمر، وفعلا ذهب إلى المشايخ في سناو فأرسلوا لنا أوصلوا إلى نفعة الشيخ صالح بن أحمد الصوافي. نعم. كان ذلك طبعا في بداية صيف 1970، حتى لما حدث التغيير يعني إلى عهد النهضة المباركة هذه التي نحن نشهدها الآن وتفيا ظلالها. نعم. كان هو يدرس في نفعة عندنا، ويعني درسنا عنده بعض الأشهر، ثم لما
جاء السلطان إلى الحكم وتغيرت الأحوال وانشئت المؤسسات وانشئ التعليم بشكل كبير جدا. يعني كانت حماس لدى العمانيين نتيجة أنهم كانوا متعطشين في الحقيقة بالفعل. ففتحت المدارس على بشكل أوسع يعني على أي مستوى وعلى أي إمكانية، المهم تفتح المدرسة حتى الدراسة على الحصر وتحت الأشجار، المهم نتعلم كما قال السلطان سنعلم أبنائنا لو تحت ظل الشجر يعني. فعد فترة طبعا الشيخ صالح الصوافي طبعا رجع إلى سنا، وعاد طبعا ما تمكن من المجيء لأنه عاد التحق بمؤسسات أخرى نعم. يعني رسمية في الدولة بالفعل. فبقيت طبعا أنا يعني أستنشق الأخبار لأين أذهب. ففي بداية العام الدراسي طبعا 70-71 قيل لنا أن الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وكان هو المدرس الكبير في مسجد الخور يبحث عن طلاب يعني من سمايل ومن غيره. فأوعز إلي أحد الأشخاص يعني أن هذا هو المطلوب. فعلا جيت من نفعة، جيت مع الشيخ الوالد سالم بحمود السيابي، كان يسكن في منطقة في محلة العرين، كان تسمى العريانة أنا ذاك تسمى العرين في مطرح. فأخبرته بالرغبة ففعلا أعطاني خطابا إلى الشيخ أحمد الخليلي، وذهبنا طبعا. فأرسلني مع والده الشيخ خلال بن سالم السيابي، فقابلنا سماحة الشيخ المفتي. وطبعا الشيخ المفتي طبعا حول الطلب إلى معالي الشيخ سعود بن عائل الخليلي وزير المعارف أنا ذاك كانت وزارة التربية والتعليم تسمى وزارة المعارف في وقتها يعني بالفعل. وكان دراسة في مسجد الخور تابعة لوزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم، وبدأت دراستك في مسجد الخور. الحمد لله تسهل القبول في مسجد الخور، فبدأت على الدراسة في مسجد الخور. أذكر فقط الشيخ أحمد المستمعين برقم الرسائل النصية 90-45-96-45-46-6، وضيفنا الليلة هو سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام بمكتب الإفتاء. مساء الخير أختي، نقترح استضافة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي لنطلع أكثر على سيرة هذا الرجل العملاق. اليوم نستغل وجود الشيخ أحمد السيابي ونطلب منه يتوسط لنا مع الشيخ أحمد إن شاء الله يقوم بالوساطة إن شاء الله، ويكون وسيط لأن نتمنى فعلا. أنا حتى كلمت الدكتور سيف الهادي مرة أني أرغب في استضافة الشيخ أحمد الخليلي، قال لي صعبة، لكن اليوم سمعت بأن الشيخ أحمد راح يكون ضيف على قناة الميادين، هكذا ما قرأناه اليوم في رسائل في الواتساب لا نعم أعلم مدى نعم، لكن هذا ما قريته يعني نعم إن شاء الله نعم. نتمنى استضافة الشيخ أحمد يكون لنا هذا الشرف وهذا القدر. وهذا اليوم الشيخ أحمد السيابي راح يكون وسيط بيننا وبينه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يضم التاريخ العماني بعضا من الأخبار غير الصائبة وعند ردها تجد من يغضب لذلك، مثال قصة سليمان النبهاني وفلج الغنتق، فما آلية رد مثل هذه الأخبار؟ من فهد الزيدي. أيضا من فهد الزيدي، ما دور الباحث العماني في كتابة التاريخ والتراث العماني؟ هل أدت المؤسسات دورها في حفظ التاريخ والتراث؟ ولماذا نجد بعض المناطق العمانية لا يؤرخ لها في كتب التاريخ ويتم التركيز على مناطق معينة؟ نتمنى من الشيخ سرد بعض الأحداث التاريخية التي قام بتصحيحها. أيضا فهد الزيدي، وفهد أسئلتك في محلها، وهذا سؤال أيضا لأننا قبل الحلقة حتى كنت أتناقش مع الشيخ أحمد في أشياء في التاريخ العماني قمت بإعادة صياغتها أو إعادة غربلتها، قال لي نعم إن شاء الله راح نطرحها في ثنايا الحلقة. الشيخ أحمد السيابي له خبرة في الوظائف القيادية، نستمع إليكم ونتعلم من هيثم المسعودي. شكرا جزيلا لك أخوي هيثم. إذن 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية 90-45-6، وحلقتنا اليوم ستكون مليئة وثرية بالأفكار غير المألوفة، وربما يكون هناك نقض لعدد من المسلمات من وجهة نظر الشيخ أحمد من خلال تحليله ومن خلال قراءته الخاصة، وصل إلى بعض الأشياء التي يعتقد أنها هي حقائق يجب علينا أن نلتفت إليها. إذن 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية. أنا أعود إلى مسجد الخور وإلى الشيخ أحمد الخليلي اللي
عرفتك كأستاذ وكنت تلميذ له، ثم أصبحت مدير لمكتبة، ثم أصبحت زميل له في سفرات وفي المؤتمرات، وترافق ربما لفترة قريبة كنت مرافق له في الخارج في أحد المؤتمرات. ماذا استفدت من الشيخ أحمد، وماذا درسك أيضا الشيخ أحمد الخليلي؟ حقيقة العلاقة بيني وبين سماحة الشيخ العلامة الجليل أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله هي علاقة في الحقيقة يعني ربما تكون يعني نادرة الوقوع مع غيرنا. نعم. يعني هي علاقة الآن استمرت 45 عاما. عمر. يعني عمر. نعم. حقيقة. وهي تجد من 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 الصعوبة أن تتحقق بين شخصين. قد تتحقق ولكنها من الصعوبة أن تتحقق بين شخصين. طبعا لا شك أن التحقتنا في الدراسة في مسجد الخور كما ذكرت. في العام الدراسي بداية عصر النهضة المباركة في العام الدراسي سنة 70-71 يعني التحقت كان مسجد الخور يعني فيه ثلاثة مدرسين، على المستوى المبتدئ يدرسه الشيخ حمد بن خلفان الرواحي وهو أيضا من مخرجات مسجد الخور فعينه ففي لما في عصر النهضة توسع المسجد أو توسعت الدراسة في المسجد. نعم. باستيعاب عدد أكبر من الطلاب، فاضطر الشيخ الخليلي أبقاه الله أنه يحدث ثلاث مستويات، هناك مستوى للمبتدئين أو كلا تدريسهم يعني إلى الشيخ حمد بن خلفان الرواحي ما هو من سمائل وهو من مخرجات يعني حلقة مسجد الخور، وهنالك المستوى المتوسط ويدرسه شيخنا العلامة الربيع بن المر رحمة الله تعالى عليه، وهو رجل يعني وهو كنز من الفضل في الحقيقة. نعم. كنز من الفضل بجانب العلم والأدب. نعم. وقوته في اللغة العربية خاصة في النحو. نعم. والصرف، والمستوى العالي على يدرس فيه سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يعني الذي يدرس في جوهر النظام للشيخ سالمي، أو يدرس في طلعة الشمس في أصول الفقه للشيخ سالمي أيضا، أو يدرس مشارق الأنوار في علوم العقيدة في علم العقيدة يعني. فأنا بعد ما قبلت في مسجد الخور دفعني الشيخ الخليلي إلى المستوى الابتدائي اللي هو يدرسه الشيخ حمد بن خلفان الرواحي. بعد يومين تقريبا ثلاث أيام اقترح الشيخ حمد خلفان الرواحي على سماحة الشيخ أن أنتقل إلى المستوى الثاني، المستوى المتوسط يعني، فوافق الشيخ الخليلي على هذا الاقتراح، فانتقلت وأدرس مع الشيخ الربيع بن المر. في الحقيقة الشيخ الربيع بن المر درست عنده ملحة الإعراب كاملة. نعم. ودرست عنده مدارج الكمال الشيخ السالمي أيضا كاملة، وكانت الدراسة تقوم على الحفظ يعني، استمع الشيخ الربيع إلى كل فرد من الطلاب على حدة يعني، فلازم يكون يحفظ حفظا يعني، فإذا لم يجد الحفظ يعني يرجعه إلى يوم الثاني، فكان لابد من حفظ الدرس سواء كان في النحو أو في العقيدة أو في يعني الفقه، لابد من الحفظ يعني في وقت المساء بين المغرب والعشاء. طبعا كانت الدراسة من الصباح إلى صلاة الظهر، طبعا بعد ذلك يتجه الطلاب إلى منازلهم يطبخون يعني غداءهم ويأكلون ويرتاحون ويعني يرجعون إلى صلاة المغرب في مسجد الخور. هناك درس عام للشيخ الخليلي. نعم. كان درس آنذاك في التفسير، ثم نصلي العشاء ثم نرجع إلى المساكن مرة ثانية ونقوم بتجهيز العشاء إلى غير ذلك. كان الحياة بسيطة وهادية ويعني وجميلة، والناس يعني والناس قليلون طبعا. نعم. ليست بهذه الزحمة وبهذه، ولأن ما كان هنالك طبعا ما كان هنالك وافدون يعني من خارج السلطنة في ذلك الوقت إلا قلة نادرة جدا. نعم. فالحياة كان هادية وبسيطة يعني، فقضينا ذلك الزمن حتى طبعا يعني حتى أغلقت الدراسة أو وقف الدراسة في مسجد الخور في عام 1973-74. نعم. دراسة 73-74. كيف الشيخ أحمد الخليلي الشيخ أحمد؟
يعني احنا يعني له هيبة الرجل العلم، هل سهل التعاطي معه، هل سهل الأخذ والعطي معه في الحديث؟ والله الشيخ أحمد الخليلي الناس من بعيد يتهيبونه حقيقة، وهذا نسمعه من الكثير، ولكن عندما يأتون إليه يجدونه على العكس، رجل يعني متواضع، رجل مبتسم، رجل يستمع إلى الرأي الآخر، يتقبل الرأي الآخر، يستمع إلى ما يقوله الشخص الذي يعني يقابله يعني. وعندما يأتي الشخص فتنقلب عنده الصورة. يعني كثير من الناس عندما يريدون أن يقابلوا سماحة الشيخ في بعض الأمور يتهيبونه ويحسبون حسابا، ولكن عندما يكونون أمامه يعني تتغير الصورة في الحقيقة. نعم. كما ذكرت هو مبتسم، هو يعني منشرح الصدر، هو يستمع يعني. فطبعا هذا هو الشيخ الخليلي. هل تختلف معه في بعض الآراء؟ والله شوفي، هو الاختلاف وارد. يعني نحن منهجنا على أنه الخلاف في مسائل اللي هي قابل الخلاف وارد. عندنا مثلا تلاميذ الإمام جابر بن زيد خالفوا الإمام جابر بن زيد. نعم. هذا على مستوى المذهب الإباضي يقول لشأن، وشيء طبيعي للمذهب الأخرى، هذا موجود. نعم. بل إن الإبن يخالف أباه، يعني مثلا يعني 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 علماء خالفوا أب يعني خالفوا آبائهم العلماء. نعم. إذا كان الأب عالما والابن عالم، تجد الابن له مسائل يخالف فيها أباه، فهذا شيء وارد، لأن هذه هي الشريعة وهذه مرونة الشريعة. نعم. أما المسائل التي يقطع فيها العذر، اللي هي مسائل الدين، مسائل العقيدة الجازمة، طبعا ما مقبول فيها الخلاف بين ما بين كل شخص، هذا شيء محسومة بالدليل القاطع المتواتر القاطع. نعم. يعني إذا كان الدليل متواترا ودلالته قطعية، وهو قطعي المتن كما يقال، قطعي الدلالة، ما في مجال الخلاف يعني. نعم. لا ماشي مجال. أما المسائل الأخرى الكثيرة في الفقه والشريعة والفروع والآداب وكل هذه الأمور، هذا بس فقط حاجة أخرى هناك لابد الالتزام بها، وهو عدم تخطئة الآخر. أنا مثلا لما أقول رأي قد أختلف مع سماحة الشيخ الخليلي وأختلف مع غيره، ولكن يجب أن أختلف عنده بأدب. نعم. لا أخطئه، لا أقول أنه رأي، لأن احنا عندنا في الأصول، عندنا في أصول الفقه هناك المصوبة وهناك المخطئة. حتى لماذا المصوبة قالوا إن لو كان هنالك رأيان أو ثلاث أربعة آراء فهي عند الله رأي واحد، معناته أي شخص يقول رأي هو عند الله صحيح. نعم. صواب. هذا رأي المصوبة، وهذا الذي فقط يعني طبعا، وحتى المخطئة قريبة لا فقط نوع من التفرقة. فإذا يعني ما يكون هناك تخطئة، ما يكون هناك تجهيل إن فلان جاهل يعني، وإن ليش يقول بهذا فهو جاهل أو هو خطأ أو تخطئة دينية، أو يكون الرأي إقصائي. نعم. يعني لأن هذه سميت مسائل الرأي. نعم. لماذا سميت مسائل الرأي؟ لأن الآراء فيها متعددة. هذا العالم يقول رأيه، وهذا يقول رأيه، وهذا يقول رأيه، فسميت مسائل رأي. نعم. يعني أي إن الآراء فيها متعددة. متعددة. فإذا طالما إن لكن فقط يخشى أو غير يعني محبذ أو غير مقبول أن يكون هنالك إقصاء للرأي الآخر، أن يكون هنالك تخطئة للرأي الآخر، أن يكون هنالك طبعا يعني مثلا تجهيل للشخص الآخر قائل ذاك الرأي، هي طبعا غير مقبول. نعم. فأنا لا شك يعني قد أختلف مع سماحة الشيخ يعني. عطنا مثال الخليل. الأشياء اللي اختلفت فيها. والله مثال، والناس حقيقة قدروا بهذا الوقف لما كنا في المؤتمر الأخير لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وكان منعقدا في الكويت، من ضمن المواضيع المطروح طبعا زيارة القدس. نعم. فانقسم الحاضرون إزاءها إلى قسمين، فريق طبعا قسم يؤيد للزيارة وقسم معارض للزيارة. نعم. ولكل طبعا دليله، هي القضية قضية ذات مغزى سياسي طبعا. ما في شيء نص شرعي يمنع من زيارة القدس، إنما النص يعني ما هو يعني قضية سياسية، اعتبارات سياسية معينة. فانقسم الناس طبعا. طبعا أنا كان رأيي إن الزيارة إن يعني إنه يعني فتح باب الزيارة، زيارة القدس. لماذا؟ لأن أولا أن المقدسيين نفسهم يطالبون
إخوانهم المسلمين أن يزوروهم في القدس حتى يحسوا بأنهم ليسوا وحيدين. نعم. ثانيا أنهم من هذه الزيارات طبعا تنشط عندهم الحركة الاقتصادية، يعني تنشى فنادق وتشغل فنادق وتشترى من البضائع إلى غير ذلك. ثالثا قد يكون هنالك متبرعون يتبرعون لبناء المدارس، لبناء المساجد، لبناء كثير من البنية. يعني الأمر الرابع أن المسلمين يعني قربوا المقاطعة حوالي 50 عاما فما أفلحت شيء، فلماذا لا تفتح باب الزيارة للقدس؟ يعني هي زيارة المنطقة. ثالثا أيضا يعني إخواننا في المملكة الأردنية الهاشمية أيضا يشجعون على الزيارة، يعني وهم طبعا لهم الإشراف على الأقصى، على المسجد الأقصى، على بيت المقدس، على المسجد الأقصى. يعني هذه المعطيات في الحقيقة يعني أيد من أيد الزيارة، وأنا كنت مؤيدا للزيارة طبعا. الشيخ أحمد رافض طبعا لما الشيخ الخليلي المفتي أبقاه الله طبعا رأيه أنه عدم فخر الزيارة حتى لا يكون تذبيح، فهذا رأي الذين طبعا الممانعين طبعا. نعم. حتى لا يكون تذبيح مع إسرائيل. نعم. ونفس الشيخ الخليلي طبعا قال باش هناك نص يمنع، لأنه العلماء والدراسة العلمية كانت قائمة أثناء الاحتلال الصليبي. نعم. فهناك الإمام الغزالي زار القدس، وابن العربي وغيرهم، وكانت حلقات العلم قائمة في المسجد الأقصى إلى غير ذلك، والعلماء يعني ذاهبين وآيبين في ضمن الاحتلال الصليبي، فما يمنع، لكن فقط الاعتبارات السياسية. نعم. الآن قضية التطبيع مع إسرائيل فقط. نعم. فهالناس رحبوا طبعا بهذا الموقف المختلف بيني وبين سماحة المفتي، أن احنا جينا من جهة واحدة، بل من مكتب واحد. نعم. من دولة واحدة، بل من مكتب واحد، يعني فيكون لسماحة المفتي رأيه وأنا رأيي. فالناس حقيقة رحبوا بهذا الاختلاف قالوا. نعم. هذا شيء جميل يعني، وهذا يدل على أن الإنسان تبعية أفكاره ملكة، يعني نعم ليست صحيح هناك صحيح تبعية صحيح في صحيح الأفكار. صحيح صحيح. ما زال حديثنا معك مستمر سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام بمكتب الإفتاء. أذكر فقط برقم الرسائل النصية، هو 90 45 6 90 45 6. لقاء مثري مع أحد جهابذة العلم، وله فضل كبير في إبراز تاريخنا الحضاري والديني المشرق، من أم الزهراء الربخية. شكرا جزيلا لك أم الزهراء. أيضا سؤال للشيخ أحمد السيابي، لماذا تكاد أن تخلو مناهجنا التعليمية من تاريخ عمان الكامل، وذلك من أجل تعليم الأجيال القادمة، خوفا من اندثار هذا التاريخ وطمس من بعض الفئات. من عيسى الصقري، السلام عليكم، برنامج رائع وضيوف أكثر من رائعين، بوركتم وبورك مسعاكم، من أبو حمد المعمري. شكرا جزيلا لك يا أبو حمد. بعد مسجد الخور نعود إلى الدراسة، وبعد التحاقك بالعمل، وأول وظيفة اشتغلتها الشيخ أحمد السيابي ماذا كانت؟ في الحقيقة يعني قبل أن أتخذ الوظيفة، جميل أنني أذكر بعض الأمور متعلقة بالدراسة وهي جميلة في الحقيقة. نعم. لما كنا ندرس في مسجد الخور في العام الدراسي 71-72، جاءت رسالة إلى الشيخ الخليلي بأنه يسمح لطلاب مسجد الخور أن ينتسبوا للدراسة المعاصرة، اللي هي طبعا مقررة في مدرسة السعيدية، وكانت وقت الدراسة على المستوى الابتدائي، من الصف الأول للصف الثالث الابتدائي. فرغبنا في الحقيقة، وكنا يعني فأخذ مجموعة منا، فأخذنا الكتب. كان طبعا كل واحد يدرس لحاله، يأخذ الكتب ويدرس لحاله ثم يقدم الاختبار في وقت الاختبار. فمن الإخوة الطلبة أخذ الصف الخامس ابتدائي، أنا وزميل لي وهو أبو معاذ مرشد محمد بن راشد الخصيبي الله يرحمه المرحوم، يعني طبعا أخذنا صف السادس. فعلا اجتهدنا، وكان تصادف مجيء أول دفعة من المدرسين المصريين، فتعين عدد قليل منهم في المدرسة السعيدية بمسقط. فاتفقنا مع أحد المدرسين وهو اسمه محمد مصطفى، أذكره اسمه محمد مصطفى، كان خطه جميل ما شاء الله. فأخذ يدرسنا في الرياضيات. أما الإنجليزي أو اللغة الإنجليزية، فكنا أنا ويعني وأبو معاذ نأتي إلى مطرح. نعم.
ندرس في سور اللواتك هناك مدارس لتعليم اللغة الإنجليزية خاصة طبعا. وتذهبوا من تلقاء نفسكم رغبة منكم نفسنا. لتقوية نعم. اللغة الإنجليزية. نعم. بعد ما نخرج من قبل المغرب نوصل مطرح عند المغرب بعد صلاة المغرب ندخل في المدرسة، وكنا التحقنا بمدرسة الأستاذ حسن علي. كان اسمه حسن علي، اشتغل معرف. فيما بعد في جريدة عمان أو في مؤسسة عمان للصحافة والنشر، فكنا ندرس. فمهم قدمنا للامتحان فنجحنا والحمد لله، يعني فصل من المرحلة الابتدائية. في العام الدراسي الذي بعده يعني 72-73 فتح باب الدراسة المسائية، فقيل لنا يسمح بأنكم تأخذوا طبعا الإعدادية يعني. فالتحقنا أيضا أنا والأخ أبو معاذ في المرحلة الإعدادية، فقيل لنا ندرس جزء من الوقت في المرحلة الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث، اسمحوا لنا أن يكون نقدم اختبار في الصف الثالث الإعدادي. وفعلا أيضا كنا وفتح باب الدراسة المسائية في نفس المدرسة الصعيدية، يعني كان هناك دراسة فعلا مسائية يعني تدرس كل المواد. وأذكر أن هناك يعني أخذنا دراسة كذا يعني على السريع في الصف الأول الصف الثاني، ثم انتقلنا للتركيز على الصف الثالث. فدخلنا في الامتحان ونجحنا، وكنا طبعا من أوائل في الدفعة الأولى من خريجي الإعدادية في السلطنة. في السلطنة أول دفعة تتخرج الإعدادية سنة كم؟ في سنة في العام الدراسي 73. نعم. 73 في سنة 73 يعني. سنة 73 نعم. العام الدراسي 73 كان الامتحان طبعا في شهر 5 يعني 73. نعم. فالحمد لله نجحنا وكنا من أول الدفعة التي هي أخذت الشهادة الإعدادية في السلطنة. بعد ذلك طبعا انتهت الدراسة في مسجد الخور، وطبعا ماشي بالإمكان بالنسبة للظروف العائلية والاقتصادية. كانت ظروفك صعبة وقتها شيخ تقريبا أحمد. طبعا أنا والدي قد توفي، وكنت وقتها قد تزوجت وعندي إخوة صغار ووالدة، فبالتالي يعني لا بد من عائل لهم يعيلهم، يعني من معيل يعيلهم يعني. فاضطررت للعمل يعني، فالتحقت بوزارة التربية والتعليم فتعينت في 3 أكتوبر 1973. يعني بعد الإجازة الصيفية. الصيفية مباشرة. مباشرة. أول وظيفة ماذا كانت؟ كنت كاتبا إداريا، الآن في التصنيف الإداري كاتب إداري. كاتب شؤون إدارية، لكن كنت كاتب إداري في الأرشيف. كان خطك يساعدك يعني على هذه الوظيفة؟ نعم. ولذلك أخذوني لخطي طبعا. نعم. لأن طبعا أخذوا علي تجربة في الخط. في الخط. يعني في الخط نعم. كان أخذوا تجربة في الخط، فرأوا أن خطي جميل فعينوني في 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 الوارد والصادر، خاصة في الصادر كنت. نعم. نعم. سنعود إلى تجربتك وإلى تاريخ هذه التجربة الحافل، وإلى أيضا أفكارك المختلفة والمهمة اللي ممكن ربما المستمعين سيستمعون لأفكار مختلفة لأول مرة بعد ما ناخذ الفاصل. ريحك شوي الشيخ أحمد، تكلمت كثير. على 90-45-6 نستقبل رسائلكم النصية 90-45-6. وضيفنا هو سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام بمكتب الإفتاء. ودي المعي ودي المعي آياته، ودي المعي آياته، واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. ودل معي آياته، واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واتل معي آياته، واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله
جل جلاله قد أفرد العليا له قد تلمعي ما قاله قد اسمعي كلماته الله جل جلاله قد أفرد العليا له قد تلمعي ما قاله قد اسمعي كلماته رتل معي آياته واضمن إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته رتل معي آياته واضمن إلى صفحاته. أهلا بكم أيها الأحبة من جديد، أهلا بكم في حلقة جديدة من حديث الروح مع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام بمكتب الإفتاء. ونعتذر منكم اليوم شوي في خلل فني مع الأخوة في بعض الأجهزة، والشباب مقصرين من غرفة التحكم الرئيسية بالإذاعة، لهم كل الشكر على أيضا سرعة استجابتهم لنا. على 90-45-6 نستقبل رسائلكم النصية 90-45-6. أهنئكم على برنامجكم الرائع، وأتمنى أن تحثوا الشباب على الجهد والإصرار لنيل المراد. تحياتنا لكم أهل شناص. شكرا جزيلا لكل أهل شناص بالنيابة عنهم. هذا نعم صحيح. جزا الله الشيخ السيابي خيرا على جهوده الكبيرة في تحقيق كتاب بيان الشرع، رح نتكلم الآن عن هذه التجربة أيضا. السلام عليكم، تحياتي لسعادة الشيخ أحمد السيابي والله يوفقكم من اللواتي. شكرا جزيلا لك يا اللواتي. سؤالي، ماذا لا يوجد شخص مجدد للدين والفكر في السلطنة؟ نحن الشباب ما نريد شيء تقليدي، مثل هذا حرام وهذا بديل. 90-45-6 نستقبل رسائلكم النصية. ويبدو أن الرسالة أيضا مقطوعة، وراح نتكلم أيضا مع الشيخ أحمد السيابي حول تجديد الفكر الإسلامي ورؤية حول تجديد الفكر الإسلامي. 90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية. شاركت في تحقيق كتاب بيان الشرع، وفعلا مسألة تحقيق بيان الشرع مهمة جدا. هذا الكتاب بحاجة إلى تحقيق عاجل. ربما هو في الحقيقة في عام 1978 شكل سمو السيد فيصل بن علي آل سعيد وزير التراث آنذاك لجنة برئاسة سماحة الشيخ عبد الحمد الخليلي مفتي عام للسلطنة، وعضوية الشيخ عبد الله بن علي الخليلي وأحد أشخاص آخرين أظن، وكنت أنا معهم طبعا. فأظن حدث تحقيق الجزء الأول ولعله شيء من الجزء الثاني، لكن اللجنة لم تستمر في الحقيقة. ثم طبع بيان الشرع بشكله غير محقق. نعم. وأتوقع أن الآن هناك في جهود لتحقيقه. نعم. إن شاء الله سوف يخرج محققا إن شاء الله بالكامل يعني. وهو كتاب عظيم الفائدة جدا. نعم. ويقع في 72 جزءا. نعم. وكتاب حقيقة رائع جدا، وهو معتمد العمانيين. مرجع كبير جدا. نعم. وإن شاء الله هو يزهى الله خير وزارة التراث أن أخرجته مطبوعا وانتشر بين الناس. ولا شك أنه كانت وجهة نظر وزارة التراث وجهة عظيمة جدا وراقية بأن هذا الكتب يجب أن تخرج. نعم. إلى الناس. يعني لأنها لو أخذت التحقيق سوى تأخذ زمنا طويلا، وكان وزارة التراث يعني أظهرت هذا الكم الكبير من التراث الذي كان مختفيا يعني في الخزانات. فهذا شيء يعني رؤية وعمل رائع جدا في الحقيقة يعني. والحمد لله انتشر بيان الشرع مع بعض الأخطاء المطبعية والإملائية والإخراج في الطباعة، ولكن في النهاية أنه انتشر
وهو موجود ومتداول، ويعني هذا شيء يعني يحسب لوزارة التراث. نعم. يعني على هذا الجهد الكبير الرائع. والآن كما ذكرت هو الكتاب إن شاء الله سوف يحقق يعني وسوف يعني يخرج إن شاء الله الإخراج الجميل إن شاء الله. الشيخ أحمد، معروف عنك قراءتك التحليلية للأمور في السيرة النبوية، نقضت عدد من المسلمات اللي كانت اللي إحنا نعتقد أنها مسلمات، وربما الآن في هذا الزمن اللي الآن في مقبول وفي مقبول، في شيء يرفضه العقل وفي شيء لا يقبله العقل، نجدك تنحاز إلى صوت العقل أكثر من أن هذا نص يعني أو هذه مسلمة دينية غير قابلة للرفض، لا ممكن ترفضها. أيضا في التاريخ نجد عندك هذا المنهج التحليلي. رح ناخذ نقف عند كل هذه النماذج، لكن ألا تخشى أو تخاف من ردة فعل الآخر المتمسك برأيه أو المتعصب لهذه المسلمات؟ أولا قبل كل شيء، إن الآن الذي يتصدى للتأليف أو للدرس أو للمحاضرة أو لغيرها من الطرح الفكري والطرح العلمي يجب أن يعتمد الآن على التحليل، ويعتمد على المقارنة بين النصوص، ويستخرج ويستنبط، لأن النصوص نفسها موجودة. فإذا كان كل ما يأتي شخص ويتجرد للتأليف وينقل يعني من الموجود فهو من المكرر، ولكن الآن لا بد من التحليل، من التعليل، من استعمال القرائن للخروج بالحقيقة. نعم. أو ما يقرب من الحقيقة لا شك، يعني الأشياء المطلقة هي الله عز وجل، أما تبقى نحن الأشياء النسبية. فالإنسان لما يقول رأيه متجردا طبعا وقناعته الفكرية، ف إذا كان رد فعل يتحملها ذلك الرد طبعا. نعم. طالما أن الإنسان كما خبرتش لا يقصر رأي الآخر، لا يخطئ الرأي الآخر، لا يجهل يعني صاحب الرأي، وإنما يقول رأيه الذي هو مقتنع به. نعم. يعني كطرح علمي. نعم. الذي يقبله يقبله، والذي لا يقبله هو لا يقبله، وهو للتاريخ يعني هو حر. نعم. هذه أشياء قناعة. نعم. لابد أن يقولها الإنسان. ما الأشياء التي صححتها في السيرة النبوية؟ فهذه لابد أن حقيقة طرحت عدة أشياء، من بينها قضايا يعني النسب النبوي ونسب العرب، قضية العدنانيين والقحطانيين، القحطانيين يعني ترفض قضية العرب العاربة والمستعربة. طبعا طبعا ما في أشياء عرب عربة، العرب كلهم إما بائدة أو عرب باقية. ما في عرب عرب مستعربة، لأن الذين قالوا بالتفرقة هذه مع احترامهم مؤرخ هو اليمن. نعم. نوع من التمييز لأنفسهم عن القبائل العدنانية. لماذا العدنانيون الذي نزل القرآن بلغتهم والقرآن يمثل أعلى الفصاحة العربية إنهم مستعربة وإنه يعني فهذه نفسها من المفارقات في الحقيقة، وإنهم تعلموا العربية من جرهم، فهذه من المفارقات. يعني ينزل القرآن العظيم بلغتهم وهم مستعربة، والعرب العربة هم أهل اليمن. هذه من التعصب اليمني، كأيام كان تعصبات قبلية بين اليمن وبين نزار إلى غير ذلك، وبين قحطان وعدنان. وهذا طبعا غير مسلم، يعني فلذلك كما يقول يعني المبرد أبو العباس محمد المبرد العلامة اللغوي الكبير والأديب الكبير، يقول وهو إن العرب كلهم ينتسبون إلى عدنان، وهو قول المبرزين من أهل العلم. وهو قول المبرزين يقوم من أهل العلم، يعني المحققين المدققين، أن كل العرب ينتمون إلى عدنان. الذي هو قحطان بن هود، اللي هم طبعا وضعوا عليه انتساب بينه قحطانيين، هو قحطان بن هود نسبه، يعني المبرر قال هو قحطان بن هود بن يافث بن إسماعيل بن إبراهيم. فعدنان وقحطان هم أبناء إسماعيل. يعني أبناء إسماعيل. يعني أبناء إسماعيل هو أبو العرب في الحقيقة. نعم. أبو العرب الباقية. نعم. كلهم طبعا عرب البائدة هذاك بادوا، طسم وقديس وعاد وثمود وقرهم هذاك بادوا. نعم. في عرب بائدة، فبقيت العرب الباقية بقحطانيها وبعدنانيها، وكلهم من إسماعيل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قيل الأنصار وقيل وثن الأشعريين يرمون، قال رموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فاعتبرهم من بني إسماعيل، وهم من قحطان من اليمن. نعم.
ترفض أيضا أو تشكك في حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء المرتبطة أيضا بالإسراء والمعراج، على ماذا تستند شيخ أحمد؟ أولا قبل كل شيء، لماذا يعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى هو القادر على كل شيء، هو قادر على أن يهيئه، لماذا يشق بتلك القصة الخرافية ويخاطب خيط أسود وإياب طست؟ طيب من الذي رأى زمزم ومن الذي رأى هذا الشيء وكيف يعني؟ يعني فهذه أشياء واضحة يعني إنها لا تصدق، هذه روايات يعني خرافية بسيطة لا تصدق، إنه يعني ثم إنه يعني شك بخيط أسود وما يعني حاجات بدائية وخرافية. الله تعالى قادر أن يهيئ أي إنسان من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يهيئ ناس للفضل وللتقوى إلى غير ذلك، يعني أليس بقادر على أن يهيئ نبيه صلى الله عليه وسلم للتحمل العظيم، لتحمل الأمانة العظيمة؟ نعم. هل يحتاج إلى شق الصدر وما شق الصدر؟ هي في تعذيب. يعني هم يمكن استندوا إلى سورة ألم نشرح لك صدرك. صحيح. فمن شرح الله صدره للإسلام فأنا بشق الصدر يعني. ما أقول آية قرآنية يعني شرح الصدر ما لها علاقة يعني بالشق هذا. أيضا الإسراء والمعراج، هناك الكثير من القصص الغريبة في حادثة الإسراء والمعراج. لا شك أن المسلمون اختلفوا فيها طبعا، منهم من يراها أنها رؤية منام، ومنهم من يرى على أنك إسراء فقط بالجسد والروح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنهم هناك معراج. أنا شخصيا يعني رجحت أن هناك تكون إسراء بالجسد والروح، توسط في القول يعني، ولكن المعراج ما في طبعا نصوص، فلذلك سكت عنه يعني. وطبعا رأي علماء كبار آخرين من علماء العمان أنهم يعني ما كانوا يعني يرون أن هناك شيء معراج يعني. نعم. حوادث أيضا، أنا راح أقف على بعض الأشياء اللي اعتبرها كانت تعتبر مسلمات. صحيح. حوادث أيضا اللي ارتبطت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو إرهاصات مولد النبي صلى الله عليه وسلم عند الفرس عند الروم وغيرها، أيضا تشكك في صدقها. ما 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 شيء يعني حاجة يعني صحيحة في الموضوع. تصدع إيوان كسرى إيش علاقة إيوان كسرى ببعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما علاقته يعني؟ هذه نوع من قضية اعتبارها معجزات، هذه اعتبرها أنا من باب الـ يعني هي إيش هناك يعني من باب الحرب الإعلامية بين العرب والفرس، خاصة الفرس شنوا حملة شعواء على العرب يعني، واعتبروهم بدو وهم ما سموا بالشعوبيين طبعا يعني، فهذه نوع من الحرب الكلامية أو الإعلامية بين العرب وبين الفرس يعني، وضعت هذه الروايات في هذا السياق. لكن تنقلها المسلمون أي فكرة وردت في كتب أي السيرة، أي فكرة تدون أو تقال لابد حد يتقبلها وحد يرفضها. نعم. معروف يعني. لو قال إنسان الآن جاء قال والله هناك حقيقة علمية، ما تقول قال السماء هي أسفل والأرض هي الفوق؟ لا بد حد يصدق هذه، لا بد، لأن هذه حقيقة علمية، يقول حقيقة علمية ويقول قول، خاصة لما وإذا كان في السابق وينسب كحديث بغض النظر عن صحة هذا الحديث يعني. فمثل هذه الأمور يعني أي قول يقال لا بد هناك حد يتقبله وحد يرفضه. أيضا شككت في ما يقال بوعد سيدنا عمر بن الخطاب لإحدى بناته، وهذا أيضا من المسلمات يعني ما في كتب التراث. هذه أتوقع يعني موضوعة على سيد على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، المقصد بها يمكن يعني غمز أمير المؤمنين عمر الخطاب يعني على إنجازاته العظيمة في التاريخ الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية. وإلا عمر الخطاب عنده حفصة بنت عمر، لماذا لم يعيدها؟ يعيدها نعم. وعنده بنات أخريات كما يقال يعني، عنده ثمان بنات وأربعة ذكور يعني، ثمان ذكور وأربعة بنات، ما تنقصنا الآن الحفظ الرواية. نعم. فهو يعني فلماذا لم يعني وأد تلك البنت الواحدة يعني؟ بالذات يعني. ثم أن يعني أين وأدها؟ أساسا قريش يعني ما أول لو جينا على الواد بماذا قيل أنه خوفا من أن يعني يؤسرنا يعني اختطفنا في الحروب، وقول آخر من المجاعة، فقريش ما كانت تغزو ولا تغزى، فبالتالي ما تخاف من 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 الأسر. نعم. أو الجوع، هم كانوا أهل غنى أهل تجارة. نعم. أيضا من الأشياء اللي تشكك فيها قضية المسيح الدجال الشيخ أحمد. طبعا ما هناك روايات نزول المسيح الدجال، لماذا هناك نزول المسيح الدجال؟ لماذا
الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام الدين. والمسلم مكلف بالتطبيق هذا إلى أن تقوم الساعة يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتم على المحل المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. يعني مجيء سيد عيسى المسيح ماذا يعمل؟ هل يجي بشريعة بشريعته ويحكم أو يأتي يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. ما في داعي إليها. نعم. هذه وجهة نظرك يعني. نعم. تحليلية. تحليلية. نعم. ردات الفعل على هذه هل في حد يعني؟ لا لأن هذا أساس مطروق الأقوال هذه مطروق يعني يمكن حد يعني في حد متمسك لكني أنا شخصيا كما ذكرت ليش يعني ما أخطي الآخر. لو واحد جاني وقال ينزل المسيح ما أقول أنه مخطي وأنه خرج عن الدين وأنه ورأيه لكن رأي قناعتي هي فعلا أنه لاش ماشي هنالك يعني. يعني أنت تشكك بنزول سيدنا عيسى؟ طبعاً طبعاً. أيوه. طبعا وقضية المسيح الدجال وما إلى ذلك. المسيح اللي هي عبارة عن فتن. فتن. عن فتن. يعني تعتبرها ليست بحقيقة. ليست حقيقة كرجال هين هذا الرجل كيف يضل كيف يجح العالم يعني. نعم. إن تخويف للناس من نهاية العالم. نهاية العالم. الله يجنبنا كل إن شاء الله. كل مسيح الدجال وغيره. وعبارة عن فتن. أي نعم. نعم. سنواصل إن شاء الله حوارنا معك الممتع الشيخ أحمد بن سعود السيابي الممتع كذا برؤيتك التحليلية وبالعقل بحضور العقل في تحليلك. وما زلنا نستقبل رسائلكم على 90 45 6 وراح ناخذ فاصل إعلاني ثم أعود إلى رسائلكم الكثيرة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أكبر صالة عرض في سلطنة عمان للمواد الصينية الشهيرة ACC Mart يقدم فرص شراء أكثر للحصول على فرص ربح أكثر من 1 أبريل إلى 31 مايو. احصل على 50 ريال عماني عن كل عملية شراء بقيمة 500 ريال عماني. لا تفوت الفرصة، اتصل الآن على 244-88-141 الخويط مسقط. طعم اللذيذ يحبها صغير وكبير، حلوة الديوانية أكيد يعرف كل السامعين، عنواني للذوق الجميل وتراث للشعب الأصيل، من ذاقها يطلب مزيد حلوة الديوانية أكيد. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا بكم من جديد أحبتنا المستمعين في حديث الروح، وإن شاء الله مساء جميل على الجميع وتكونوا مستمتعين ومستفيدين برفقتنا اليوم مع الشيخ الجليل أستاذنا سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي. وسعادة الشيخ أحمد متبحر في الفقه وفي الدين وفي التاريخ وفي السياسة أيضا، وفي أي مجال تحاوره يمكن أن يجاريك ويقرأ في كل شيء ويطلع على كل شيء. ذكرت للشيخ أحمد بأنك لا تؤمن بالتخصص الدقيق، يعني تؤمن هكذا بالموسوعية في العلم. هو في الحقيقة هذا كان السلف، إنه قضية واحد يحصر نفسه في فن معين يعني أمر غير جيد في الحقيقة، لأن في وجهة نظري أن العلوم تخدم بعضها بعضا، فالتاريخ يخدم الفقه والفقه يوضح التاريخ، والأصول كذلك تقنن للفقه، والتفسير كذلك فيه تفسير القرآن العظيم، والحديث يعرف به الإنسان الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة يعني، واللغة العربية بنحوها وصرفها، وعلم البلاغة ببيانه وبديعه، يعني كل هذه تسمى علوم الآلة لأنها كالمفتاح
يتوصلوا به إلى علوم الشريعة، يعني من فهم للنص القرآني، فهم للنص النبوي، وكلام طبعا الأسلاف يعني. فهذه يعني، فإذا إنسان حصر نفسه في فن معين أن له أن يقرأ ويتوسع في القراءة. يعني احنا الحقيقة نسمع الآن علماء أجلاء كبار لا يجيدون قراءة بيت من الشعر، وهم علماء كبار وفي الجامعات، ولكن عندما يعني يقرؤون الشعر أولا لا تسمعهم، لا يسمعهم الإنسان يستشهدون بيت شعري واحد، وهذا حقيقة غير جيد. يعني إنسان يكون فقيه ويتكلم في الفقه ولا يستشهد بيت شعري واحد ولا بكلام العرب، يعني لأن أساسا النصوص فهمها مبني على 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 هذا الأمر. وإذا قرأ بيت بشيء من الشعر تجده لا يقيمه يعني عروضيا، يعني فهذه طبعا نتيجة التخصص الدقيق وعدم الأخذ بالعلوم الأخرى. أنا في الحقيقة يعني أخذت على نفسي، وربما لكن الحقيقة قد يكون هذا المنهج متعبا نسبيا يعني للإنسان، لأنه يأخذ منه وقت حتى يعني يستطيع أن يعرف هذا الفن وهذا الفن. لا شك أن التخصص في فن واحد يعني هذا أسهل، لا شك أنه أسهل يعني، وعدم التخصص بحيث الإنسان يكون يعني متوسعا في فنون أخرى قد يكون فيه صعوبة، فلذلك يمكن يتجنب من هذا القبيل يعني. لكني أنا أخذت على نفسي أنني أقرأ في عدي في العديد في من فنون العلم يعني. نعم. ذكرت العديد من فنون العلم، وهذا يقودني إلى سؤال عن دراستك للأرقام أيضا، وتأكيدك بأن الأرقام اللي تستخدم في المغرب العربي على أساس أنها أرقام عربية، اللي هي الأرقام الإنجليزية اللي تكتب يعني باللغة الإنجليزية، إنها هي أرقام هندية أيضا. كيف توصلت إلى هذه الحقيقة؟ هذا الموضوع كان من ضمن المحاور التي طرحها مجمع اللغة العربية، كما يسمى مجمع الخالدين اللغة العربية في القاهرة، في مؤتمره الأخير يعني في الدورة 81 التي انتهت قبل الأسبوع الماضي تقريبا، يعني بداية الأسبوع الماضي يعني طرح هذا الموضوع، فحببت الكتابة فيه. وفي الحقيقة أنني يعني درست الموضوع ورأيت على أنه يعني أن شكلي الأرقام المشرقية والمغاربية أو المغربية هي من أصل هندي. نعم. يعني ولد من رحم يعني الفكر الهندي. نعم. طبعا الأرقام المشرقية طورها العرب حقيقة، طوروها بعد أن وصلت. طبعا العرب كانوا يعرفون الأرقام، وكانوا يستعملون حساب اليد، وكانوا يعرفون أن الواحد قبل الاثنين والاثنين قبل الثلاثة إلى غير ذلك. ونزل القرآن وهم يعرفون الأرقام، القرآن ذكر الأرقام في 9 آيات من آياته الكريمة، يعني وتلك 10 كاملة و7 إذا رجعتم، ويعني وأهل الكهف 300 سنة وذلك 9، فكانوا يعرفون هذا الأعداد والأرقام يعني، لكن ما كانوا يكتبون الأرقام، وإنما يكتبونها بالحروف. بعد ما نزل القرآن وعرفوا العربية كانوا يكتبونها بالحروف يعني. إلى أن جاء ذلك الفلكي الهندي اللي قال كنك في عهد أبي جعفر المنصور، اللي هو بالتحديد في عام في سنة 1956 هجرية، فجاء معه كتاب سند هند يعني، فأعجب به الخليفة المنصور، فأمر محمد بن إبراهيم الفزاري ومعه شخص آخر أن يترجم هذا الكتاب، وترجم الفزاري هذا الكتاب وزاد عليه وسماه السند هند الكبير. ثم جاء الخوارزمي بعد فترة فاعتمد على هذا الكتاب وعمل شيء من التحسين والتطوير في الموضوع، فانتشرت في المشرق هذه الأرقام. الأرقام المغاربية كانت تسمى الغبارية، وحقيقة هما كل الشكلين يكتبان بالغبار. كان ليش الغبار؟ كان يوضع يعني لوح أسود وعليه التراب ويكتب الأرقام عليه على ذلك اللوح، فسميت الأرقام الغبارية. لكن اشتهرت الأرقام المغاربية بالغبارية. هذه الغبارية راحت الأندلس، وأتوقع أنها انتقلت الأندلس عن طريق مصر، لأن في بعض الدراسات وجدت أن الأرقام، أن بعض أوراق البردي
المصرية كتبت بالأرقام الغبارية. هذه الأرقام المغاربية. الأرقام المغاربية اللي نقصدها إحنا هي نفس الأرقام اللي تكتب بالإنجليزي. بالإنجليزي. أيوة. على اعتبار أن هذه من أصل عربي. من الأندلس في القرن تقريبا الثالث أو الرابع الهجري انتقلت الأندلس. القرن الرابع الهجري انتقلت من الأندلس إلى أوروبا وجاءت إلى الجنوب إلى مراكش في المغرب. في المغرب بالضبط. في نفس الفترة هذه. يعني طبعا انتقلت إلى أوروبا قبل. جاءت إلى مراكش بعد ذلك يعني على رأس القرن الثالث الهجري. نعم. جاءت إلى مراكش إلى المغرب. أما إلى أوروبا انتقلت قبل. يقال نقلها يعني وإن كان في شك في الرواية إنه جيلبرت الذي أصبح باب أعظم الكنيسة. نعم. درس في الأندلس فنقل هذه الأرقام. الأرقام. كان أوروبيون يعني يكتبون بالأرقام اللاتينية وهي شاقة. لأن فيها كثير من الأعمدة. يعني مثلا 1 و2 و3 وكذا أشكال صعبة. فاستسهلوا هذه الأرقام الهندية التي جاءتهم عن طريق العرب في الأندلس فأطلقوا عليها الأرقام العربية. نعم. وطوروها في الحقيقة. هم طوروها بشكل ما كان تغيرت الأشكال ما كان. كما أن المشارقة العرب المشارقة طوروا الأرقام الهندية المستعملة حاليا نسميها الأرقام المشرقية كذلك الأوروبيون طوروا من الأرقام المغربية. إذن الأرقام المشرقية كانت تطويرها عربيا والأرقام الغبارية كانت تطويرها أوروبيا. والأصل هندي. فالأصل هندي فأنا سقطيا. فلقيت هذا البحث في مؤتمر مجمع العربية فانقسم كما كالعادة يعني جدل. الحاضرون فصار النقاش حقيقة عاصفا. نعم. تقريبا يعني. لأنه ما كان الناس يقتنعون بأن هذه الأرقام بعض منهم تأخذ عاطفة العروبة والقومية العربية. نعم. وغير ذلك. ولكن في الحقيقة أنا قلت لهم أن المنهج العلمي لا يحابي ولا يجامل. أنا أمامي كل الكتب القديمة من اليعقوبي والمسعودي والبيروني وابن النديم والإقليدسي وابن الياسمين في المغرب حتى المغاربة وابن البناء المراكشي والكتب يعني هذه يعني القديمة ذكرت بالتفصيل كيف هذه نقلت من الهند وكيف انتقلت حركتها وكيف يعني وصف دقيق لا يمكن أن يكون هذا من باب الموضوعات يعني. نعم. بينما لما نجد المعاصرين حقيقة المعاصرون انقسموا قسمين منهم من قال بأنها هندية وهم حقيقة شخص من الأردن اسمه كان أستاذ في الجامعة الأردنية اسمه أحمد سعيد السويد ما توقع له كتب في هذا الموضوع وحقق كتب الحساب هذه حققها الكتب القديمة. نعم. أحمد سليم سعيدان. نعم. أيوة. أحمد الأستاذ الدكتور أحمد سليم سعيدان. هذا رجل متخصص في الحقيقة في هذا المجال فرجح أنها هندية في الحقيقة نتيجة الاطلاع على الكتب السابقة. نعم. الأساتذة الآخرون الذين تحمسوا إلى كونها عربية أكثر نتيجة العاطفة. نعم. يعني طبعا كلاهم إنشائي أكثر منه علمي. العاطفة للعروبة والقومية العربية. نعم. يعني فقلت لهم إن المنهج العلمي لا يحابي في الحقيقة. نعم. أن ما في عواطف. ما في عواطف. نعم. هذا هي يعني ما يمكن نحن نجهل. نعم. هذه الكتب القديمة وإجماعها. نعم. وكتب كثير من المعاصرين. نعم. ونأتي إلى أقوال هكذا يعني. نعم. إنشائية. إن عربية وطورناها وسوينا لكن ما في شيء دليل. نعم. الدليل هذا هو بالضبط. يعني جاء من الهند. كتبت أيضا عذرا على المقاطعة سعادة الشيخ في ما زال معنا الكثير والكثير فضل. من المحاور جينا لهذا الله يسلمك. يا رب. والكثير أيضا من الرسائل كتبت عن المرأة وعن حقوق المرأة المسلمة وواجباتها ولك أيضا نظرة مختلفة عن المرأة حتى ربما تكون صادمة للبعض بأنك حتى لا ترى مانع في أن تكون المرأة تتولى القضاء. يعني عندك وجهة نظر في ذلك. راح نسمع وجهة النظر هذه ونسمع أيضا رؤيتك للمرأة وللتعامل مع المرأة. لكن خلينا أقرأ الرسائل الكثيرة الشيخ أحمد. فضل. وما زلت أستقبل رسائلكم على 90-45-6 90-45-6. مساءكم سعيد جميعا أختي العزيزة. الشيخ أحمد لا أريد المدح فيه لأن المدح في الوجه ذم، بس أنا كنت من الأطفال الذين كانوا يستمعون لصوته وقت الأذان في محلة السيح في نفعة، وكان من أخيار ومن أحباب وكان من هو من أخيار أو من أحباب مجالسين الشياب مثل الشيخ ناصر بن سعيد والشايب عامر بن هلال
والشيخ أحمد هو حاليا قدوتنا ليس في نفعة فقط وإنما في عمان كلها من حمد بن راشد ومن قطعة الرسالة. شكرا جزيلا لك أخوي حمد. أيضا أخوي فهد الزيدي يقول أتمنى عرض أسئلتي على سعادة الشيخ نايلة. إن شاء الله أسئلتك الحين جايين فيها محورنا القادم بعد المرأة وقضاء تولي المرأة القضاء هو التاريخ العماني وماذا صحح أيضا من وجهة نظر الأشياء اللي صححها في التاريخ العماني. أيضا في رسائل متقطعة لذلك عذروني مستمتعين لحديث الشيخ أحمد والحديث عن ذكرياته وحياته العلمية والعملية. شكرا للقائمين على هذا البرنامج الرائع. خالد اللمكي شكرا جزيلا لك أخوي خالد شكرا لك. سؤالي عن أهمية وضرورة التمسك بالهوية والفكر العماني ابنكم زاهر بن سعود السيابي. راح أيضا نتكلم عن هذا المحور أخوي زاهر شكرا لك. الشيخ أحمد مدرسة في التاريخ والفقه والإدارة ويحث الشباب على طلب العلم في شتى المجالات من أبو المؤثر سليمان بن سالم الرواحي. شكرا لك يا أبو المؤثر. السلام عليكم شكرا على البرنامج. أمس رأيت في منامي سماحة الشيخ واليوم بالصدفة أستمع للبرنامج. الشيخ عملاق روحاني من الإسماعيلي من ولاية إبرة. شكرا لك يا الإسماعيلي. مساءكم خير برنامج جميل تشكروا عليه. أريد الشيخ أحمد يقدم نصيحة لشبابنا اليوم لما يعصف بهذه الأمة من أفكار دخيلة ونزعات طائفية. حفظكم الله أبو راشد الرئيسي. أيضا رح نتكلم عن هذا يا أبو راشد لأن الشيخ أحمد من المشاركين دائما في كل المؤتمرات التي تتعلق بالتقريب بين المذاهب الإسلامية. أوجه التحية لشيخنا السيابي الذي فتح بابا للباحثين في تاريخ الفكر وتاريخ الحضارة العمانية بالمنهج التحليلي والمنهج النقدي كما أعزيه في وفاة صديقه المؤرخ الأستاذ عامر بن سعيد الحجري بالأمس وأطلب منه كلمة في حقه مع التحية والشكر من سلطان بن عبيد الحجري. شكرا يا سلطان. في أيضا رسائل لكن لأنها داخلة في بعضها بعض وتحتاج لوقت إلى ترتيبها أعتذر فقط للأخوة اللي ما قرأت رسائلهم. على 90-45-6 نستقبل رسائلكم النصية 90-45-6 أعيد مرة أخرى 90-45-6. نعود إلى المرأة وكتابتك حول المرأة وحول حقوقها وواجباتها ورؤية الإسلام إليها وأيضا الجدل الآخر في فكرك الشيخ أحمد هو أن لا ترى بأس من تولي المرأة للقضاء. بالنسبة إلى كتاب المرأة المسلمة حقوق وواجبات هو آخر إصدار في الكتب. طبعا نزل في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الأخيرة. طبعا لم أناقش فيه الولاية العامة للمرأة إنما كان هنالك طلب مني من مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي انعقد مؤتمره قبل حوالي يمكن شهر أو أقل من شهر في الكويت. طلب مني أن أكتب عن المرأة والولاية العامة. هناك طبعا أوضحت وجهة نظري في شغل المرأة للعديد من المناصب ومن بينها طبعا حتى القضاء. طبعا بالنسبة إلى طبعا هذا هو رأيي في الحقيقة لأنه الآن بالنسبة للمرأة طبعا في البحث اللي قدمته إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقد وافقنا الكثير والكثير طبعا في هذا الطرح. نعم. وهناك طبعا من توقف وهناك من عارض لا شك في الموضوع لكن قلة الأكثرية على الموافقة إن المرأة في الحقيقة يجب أن تتولى يعني كل الأعمال ما عدا طبعا منهم من قال ما عدا رئاسة الدولة ومنهم من قال الخلافة الكبرى. نعم. يعني بعض منهم حتى أجاز أن تتولى رئاسة الدولة من العلماء من أجاز أن تتولى رئاسة الدولة وبعضهم فقط أجمعوا على عدم جواز توليها الخلافة الكبرى أو الخلافة العظمى. يعني ممكن تكون رئيسة الدولة. أيوة بعض العلماء هكذا قال. أما بالنسبة لي أنا لا وصلت بها إلى تولي المناصب يعني لتكون في مجالس الشورى في القضاء في الوظائف العامة. يعني لماذا بررت أن المرأة ممكن تكون قاضية؟ أولا قبل كل شيء أن القضاء هذا وظيفة قائمة على العلم. والعلم يعني ممكن أن تكون فيه امرأة ويكون فيه الرجل. ثانيا أن القضاء في الحقيقة صح هو حكم ولكن يعتبر هو أخو الإفتاء فكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن مفتيات
كان الصحابة يرجعون إلى إلى إليهن. نعم. يعني هناك عائشة وهناك أم سلمة وهناك حفصة وهناك يعني هذه الثلاث أكثر مشهورات طبعا بالفتية، ولكن هناك معظم زوجاتنا صلى الله عليه وسلم كنا يفتينا وكنا يعني واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء الأخريات. فإذا هن كنا يفتين يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليهن. مثلا في الحليبية عندما يعني صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وكان محرما يعني بالعمرة. نعم. فأمر بالحل بالإحلال من العمرة. فالصحابة كان شوية يعني شق عليهم ذلك الصلح. لا يعتمروا. أي شق عليهم ذلك الصلح. نعم. أول لا يعتمروا، ثانيا إنه رأوا في الصلح مع المشركين نوع من يعني من عدم يعني من 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 عدم الوفاق في الموضوع يعني. فلذلك فشك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف، لأنه موقف عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، هذا شيء عظيم. يعني لأن فيه يعني نهي من الله تعالى أن المسلمين لا يخالفون نبيهم، لأن هذه حاجة طامة كبيرة. النبي يأمر بأمر ويجد المسلمون وهم صحابة يخالفونه، هم شق عليهم ذلك الصلح. نعم. ومعطيات ذلك الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى طبعا ما لا يرون، لأنه الفتح المبين لأنه هو الذي وصفه القرآن، لأن قضية وحي أيضا هناك كذلك تسلل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني. فشكى ذلك الموقف إلى أم سلمة، فقالت له قم أمام الناس فيعني احلل من إحرامك. من إحرامك. قام أمام الناس أمام الصحابة فيعني أحل من إحرامه، فما كان من المسلمين إلا أن يتبعوا، فاتبعه المسلمون. وهذه مشورة أم سلمة. فكنا يعني يفتينا إذا ما هي يعني. ثم أن القضاء الآن اختلف في حيث الأداء، أصبحت يعني ما هنا خلوة بين القاضية كامرأة وبين الرجل، وإنما هناك يعني محامون، وهنالك يعني قضايا الناس للدفاع، وهنالك يعني هيئة قضائية يعني مكونة من رجال ونساء إذا كانت هناك موجودة المرأة أو النساء، فتختلف الوضع يعني. فهذا يعني شيء يتاح للمرأة أن تتولى هذا الأمر يعني. وهذه وجهة نظر لا شك يعني، لكن ليس الذي يمنعه أن يكون مخطي. نعم. يعني هو رأي. هذا رأي. وهو متبع من جميع الذين حضروا في مجمع الفقه الإسلامي حقيقة. نعم. أي. ممكن تكون المرأة أيضا رئيسة وزراء، يعني هناك أيضا من يرفض هذا الأمر. وزارة التفويض جائز. نعم. تفويض من ولي الأمر. نعم. رئيس الدولة. نعم نعم. نعم. هذه وجهات نظر. نعم. الشيخ نظر. أحمد. نعم. هذه ما شيء يمنع منها صحيح. أنا شخصيا فقط توقفت عنك يعني أن تكون رئيسة، لأن احتاج يعني سات عندي يعني بعض الأدلة منها يعني أن الأنبياء على والأنبياء هم حقيقة هم حكام على الناس، حكام على أقوامهم. نعم. يعني كلهم رجال، ما كان يعني يعني كما نص في القرآن ما كان الأنبياء إلا رجال. يعني ثم إنه يعني الآية القرآنية أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أنا استدلت بها ولعلي أول ما استدل بها في هذا الموضوع لما قد استدل غيري في الحقيقة. نعم. على أن الله تعالى يعني ذكر هذا الوصف للمرأة لأنها رد على المشركين الذين نسبوا إلى الله تعالى، جعلوا الملائكة إناثا ونسبوا يعني إلى الله تعالى، فالله تعالى يقولهم أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، معناته أن المرأة تنشأ في الحلية وبالتالي هي غير مبينة في الخصام، وإذا كان غير مبينة في الخصام من الصعب أن تكون هي تتولى دولة بكاملها. يعني هذا كاستنتاج مني واستنباط، لم أقله حقيقة لغيري. نعم. وقلت في هذا في البحث يعني أن هذا المعنى لم أقله لغيري هذا. نعم. الاستدلال. وطبعا هذه في الحقيقة هي آراء يعني في الموضوع، ويعني ونحن اتفقنا على كذلك، لأن اللجنة التي شكلت لجنة المرأة يعني كان رئيس المؤتمر جعلها برئاستي يعني، وضمت عددا من العلماء الكبار، واتفقنا على هذا الرأي. على هذا الرأي. نعم. نعم. في أيضا سؤال هنا الشيخ أحمد، ومش يعني من باب الإفتاء يعني، هي رأيك فيه. كنت أظن أن وحدي من يعتقد بعدم نزول المسيح وخرافة المسيح الدجال، أرجو أن أسمع رأي الشيخ أيضا في المعازف وسماع الموسيقى من غير مجون واختلاط، ما رأيك في الموسيقى؟ والله هذا يحتاج إلى بحث في الحقيقة، لا شك أن هناك المذاهب يعني مختلفة. لا شك في الموضوع، والعلماء مختلفون في حول هذا الموضوع، وهذا يحتاج إلى شيء من التحقيق ومن هذا، لكن لا شك أن رجل الفضل
ورجل العلم يجب أن يبتعد عن هذا، لأن في النهاية موجود ومعازف وله وطبعا لا شك، لكن قد لا يصل الحد إلى الحرمة يعني على رأي من يرى من يرى يعني مثلا الترخص في هذا أو الترخيص في هذا يعني، ولكن أيضا هي باب الاحتراس من باب يعني من باب يعني الاحتراز ومن باب الاحتياط ومن باب إنه هذه من الترف من الترف في الحقيقة يعني وسلبياتها أكثر من إيجابياتها. وما زلنا نستقبل رسائلكم. حياكم الله. طبعا يعني الحديث لا يحلو إلا برسائل المستمعين على 90-45-6-90-45-6 هو رقم رسائلنا النصية 90-45-6. وضيفنا الليلة هو سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام بمكتب الإفتاء. نعود للتاريخ العماني الشيخ أحمد، وعندك كتاب الوسيط في التاريخ العماني، ومسألة أيضا هناك بعض المبالغات وهناك بعض أيضا الحكايات المقبولة وغير المقبولة، ما الذي رفضته من حكايات أو من أخبار في التاريخ العماني؟ وما رأيك أيضا في قصة فلج الغندق سليمان النبهاني؟ حقيقة الكثير يعني أنا رددت الكثير من القصص ومن الروايات وفنت الكثير منها، من الصعب أن يستحضرها، ولكن بما أن هناك سائلا يسأل عن قصة السلطان سليمان النبهاني والمرأة في الغنتق، أنا في الحقيقة يمكن لعلي أول من فندها لأن المصادر تقريبا ذكرتها، ولكن في الحقيقة الإنسان لما يسقطها على الواقع أو يسقط الواقع عليها رأى أن قصة مختلقة، ولعلها من وضع خصوم السلطان النبهاني أو من وضع خصوم النباهنة. لماذا؟ أولا قيل أن المرأة هي من العقر، من عقر نزوة، وذهبت تغتسل في الغنتق وما كان ذيك الأيام مرأة تخرج من العقر وتسبيلها إلى الغنتق وهو مسافة بعيدة جدا، وإذا خرجت مرأة لا تخرج بنفسها. إلى اليوم عندما يخرجن النساء لقلب المياه من شرايع الأفلاك وغيرها يذهبنا في مجموعات، ما تذهب مرأة منفردة. الأمر الثاني إن الرجل سلطان، وما أدراكم ما السلطان؟ أبها وحاشية وحرس، فإذا كان الوالي أو الزعيم الزعماء يخرجون بحراسة يعني سواء كانت حراسة كثيرة أو قليلة يعني، فكيف بسلطان ويخوض حروب يعني وهو يذهب بنفسه هكذا يعني، فهذه طبعا ما يصدقها العقل. الثالث على انها ارتبطت بان هالنزوه بالمقام الامام محمد بن اسماعيل الحاضري فصرعه وقيل قتله وقيل ونصب اماما. الامام ما تعطى كذا اكواح القائم يصارع. بعد يعني هذه الحادثه بالعكس اعجبوا بقوته يعطى للعلم ويعطى للفضل وبالتشاور معك هكذا يعني بالبطاقه، وعزل بسرعه ايضا محمد اسماعيل. لم يزل توفي في الامام ابن بركات بركات بن محمد. فهذه ما يمكن يعني. طبعا أضف إلى ذلك أني في الحقيقة بعد ذلك وجدت رسالة من علماء نزوة وجهها إلى علماء جربة بتونس، إن هناك عالما تونسيا من جربة زار عمان في عهد السلطان سليمان النبهاني وزار نزوة وأكرمه السلطان سليمان، ولما جاء يعود إلى جربة يعني حمله علماء نزوة وسمي علماء عمان ذيك الأيام كان يطلق على داخل عمان يعني ولعلهم بنزوة ولعلهم علماء عمان أو بشكل أوسع، حملوه رسالة يخبرون أهل جربة عن وصوله إليهم وبإكرام السلطان له، وقالوا إن السلطان بن سليمان هو رجل عالم بأصول الدين ورجل يعني يفحم أصحاب المذاهب الأخرى في النقاش، لأنه كان ظاهر يفتح باب النقاش لأنه عند علم يعني عند علم وعند اطلاع. وقالوا يعني رسالة فيها تبجيل يعني تناقض تماما ما ينسب إليه بالفعل، يعني رجل عالم في أصول الدين ورجل يناقش أصحاب المذاهب الأخرى ويفحمهم ورجل متمسك إلى حد قالوا في رسالتهم يعني ولولاه لن درس المذهب الإباضي. يعني هذا وصف من علماء عمان إلى علماء جربة في يعني تونس. في تونس فكيف إنسان يقوم بهذا رجل بهذه المنزلة العلمية وبهذا ويعتدي على امرأة ويقوم يشير يعني وبإمكانه أن يبعث إليها بإمكانه أن 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 يؤتى بتلك المرأة بالمرأة بالفعل يعني من غير ما يعمل تلك الحركة البهيمية. إذا
عصر النباهنة، يعني هناك بعض الدارسين للتاريخ العماني قالوا بأن عصر النباهنة طاله شيء من التشويه أحيانا، ما رأيك؟ والله لأن أساسا التاريخ العماني كتب بأقلام علماء الدين، وعلماء الدين نظروا إلى السلاطين النباهنة بأنهم جبابرة، فبالتالي لا يستحقون أن يؤرخ يدون لهم يدون تاريخهم، لأن كأنه في إجلال لهم. ولكن في الحقيقة ضاع علينا تاريخ قد يمتد إلى 400 عام بالفعل. تاريخ فيه حراك اقتصادي، فيه حراك سياسي، فيه حروب، فيه يعني أشياء كثيرة، فيه ازدهر فيه الشعر، هناك الستالي في دول النبهانية الأولى، وهناك الكيذاوي في دول النبهانية الثانية، وهناك لا شك شعراء آخرون. يعني حقيقة ضاعت علينا تلك الحقبة بهذه النظرة التاريخية. في كثير أيضا من الأبحاث اللي تناولتها أو قمت فيها اللي فيها عمق التحليل سعادة الشيخ، بس خلني أقرأ هذه الرسالة من الدكتور إسماعيل الأغبري: لقد ظفرت الإذاعة العمانية بشخصية علمية وفكرية وفقهية وسياسية كبيرة، وسعادته بالإضافة إلى ذلك عميق في التاريخ وله قوة في التحليل، وسعادته متعمق في كتب التراث وهو مع ذلك منفتح الانفتاح المنضبط وله جرأة في عرض آرائه وفق منهج منضبط. تحياتي الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، وجدير بشخصية سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن يستضاف شهريا على أقل تقدير، وليتك الأخت نائلة توجد برنامجا أسبوعيا أو شهريا فكريا مع سعادته. شكرا جزيلا أولا دكتور إسماعيل على هذه الرسالة بحق، وهذه الشهادة أيضا بحق سعادة الشيخ أحمد السيابي. والله أنا أتمنى، وفعلا الشيخ أحمد السيابي يعني من الصعب حلقة تحوي أفكاره وتحوي آراءه، ويحتاج لهكذا برنامج مخصص لهذه الروح المنفتحة أيضا فيه، ولهذه الرؤية المنفتحة والرؤية الوسطية اللي إحنا فعلا بحاجة إليها. رح ننطلق إلى بحث أيضا، وهو بحثك في الماجستير أو بحثك في اللي هو بيت المال، أصول بيت المال، أصول بحث الماجستير، أصول بيت المال في عمان، وأثرها الحضاري في عهد دولة البوسعيد. الخصوصية العمانية في بيت المال، نتكلم عن الخصوصية العمانية في بيت المال ومفهوم أيضا بيت المال سعادة الشيخ. هو في الحقيقة بيت المال في الأصل يطلق على خزانة الدولة أو على المالية في الدولة، ولكن يعني تلك من ناحية مالية، يبقى هنالك أصول، وكان تعرف قديما بالصوافي. الصوافي يعني بساتين النخيل، وكانت تمثلها في العهد الإسلامي الأول سواد العراق الذي رفض الخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه في تقسيمه على المجاهدين على الصحابة، وقال هو للأجيال التي تأتي بعدهم، للدولة للدولة. طبعا هو تابع الدولة، ولكن يستفاد منه تسفينه للأجيال التي تأتي بعد، بدل لو قسمه على الصحابة يعني لانتفت منه منفعة الأجيال القادمة. فبقي، ولكن قال على أنه انتهى في القرن الرابع الهجري. هنا في عمان في الحقيقة تكونت أصول بيت المال، مكونة من عدة أصناف. من هناك بساتين النخيل نطلق عليها الضواحي أو المقاصير، تجدها موجودة الإنسان في الكثير من الأماكن، في صحار، في أودية صحار، يعني في نزوة، في الرستاق، في بهلة، في سمايل، في بلب، في جميع الأماكن حقيقة. هذه طبعا تكونت عبر طرق عدة. الدولة العمانية يحسب لها أنها حافظت على هذه المؤسسة بيت المال. هي بيت المال. ماذا بيت المال؟ بيت الناس لا يخلطون بين بيت المال وبين الأوقاف. بيت المال هو ما وقف للدولة فقط، وقف للدولة، يعني يكون رافد اقتصادي ومالي للدولة. أما الوقف فهو لما وقف له وقف بالضبط. لمسجد، وقف لمدرسة، وقف خيري، وقف لشيء معين، وقف لفقير يعني، لكن بيت المال هو للدولة. فلذلك شدد الفقهاء في التصرف في بيت المال، لأنه فيه عز الدولة كما يقولون. فلما عرضت الفكرة على الأساتذة في جامعة الزيتونة في تونس، حقيقة استكبروا الفكرة،
فما كانوا يظنون أن هذه المؤسسة لا تزال قائمة في البلاد الإسلامية لأنها انتهت. نعم. توجد أوقاف، الأوقاف موجودة. موجودة. تحت إشراف الدول لكن كبيت مال أصول بيت مال وأوقاف الدولة ما موجودة. يعني كانت سواد العراق وانتهت في القرن الرابع الهجري تصرف فيها. نعم. وزعت على الناس. وزعت على الناس والدولة تصرفت فيها إلى غير ذلك. لكن الدولة العمانية عبر كل يعني أوصافها سواء كانت ملكية إمارات يعني سلطنات إمامة حافظت على هذه المؤسسة الوقفية. فحقيقة لما عرضت المشروع أو الموضوع على الأساتذة والزيتونة فعلا استكبروا هذا الموضوع فقالوا هل هذا موجود لا يزال عندكم؟ نعم موجود عندنا والآن تحت إشراف الدولة والدولة تقوم بتنميته وإلى غير ذلك. فاستكبروا هذا الموضوع فوافقوا على كتابتي فيه فكتبت فيه في الحقيقة ذكرت كيف تكون بيت المال في عمان يعني بداية تكوينه وكيف هو الآن وكيف أثره الحضاري وأثره التعليمي وأثره الاجتماعي. نعم. يعني فهذا هو يعني موضوع الكتاب بيت المال. نعم. كان بحثا لنيل درجة الماجستير من جامعة الزيتونة. الآن في ماذا يتمثل بيت المال؟ إيش من المؤسسات اللي تعتبر الآن بيت المال؟ والله الآن بيت المال هو في كثير من البساتين النخيل موجودة يعني في العديد من الولايات في المحافظات ويوجد كذلك في أسواق موجودة عندك سوق نزوة سوق بهلة سوق الرستاء الأسواق الكبيرة القديمة هذه موجودة وأسواق في 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 محافظة في محافظتي الباطنة يعني شمالا وجنوبا يعني هذه كلها بيت مال تعتبر وهي تحت إشراف طبعا وهي طبعا وريعها يدخل إلى ميزانية الدولة ولكن تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كإشراف وكتنسيق لكن هي تصان من قبل وزارة المالية وريعها يدخل في ميزانية الدولة عبر وزارة المالية. نعم هذه هي حتى أنت عامل جرد يعني بالضواحي نعم نعم حسب نعم ما عندي نعم في نعم الكتاب نعم 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 ضواحي موجود النخيل موجود والمقصورات موجود في حتى في توجد دائرة لبيت نعم المال دائرة لبيت المال في وزارة الأوقاف نعم دائرة مستقلة لبيت المال لبيت المال وهذه نعم ما موجودة إلا في عمان إلا في على صعيد نعم العالم نعم الإسلامي نعم ما موجودة أبدا إلا في عمان نعم, نعم, نعم ما زال حديثنا معك مستمر الشيخ أحمد بن سعود السيابي وحديثنا متشعب من واقع اهتماماتك أيضا المختلفة على 90-45-6 نستقبل رسائلنا النصية رسائلكم النصية 90-45-6 في حديث الروح روح الوالد العزيز الغالي والقدوة الحسنة والقلب الحاني منكم تشربت التاريخ وفقكم الله لما هو خير الأمة وحفظكم المولى لنا ابنتكم أم شهاب. شكرا جزيلا لك يا أم شهاب وهذه الشهادة يستحقها الشيخ أحمد. مسألة التجديد في الفكر الإسلامي الشيخ أحمد إلى أي درجة إحنا بحاجة الآن إلى تجديد الفكر الإسلامي وهل فعلا حدثت هذه الحركة التجديد وهل إحنا بحاجة في كل مرحلة أن تجدد الأفكار الإسلامية أو تجدد ما يعتقد الناس أنه صحيح خاصة في ظل ما يحدث الآن من انقسامات كلها قائمة على أساس المذاهب وما إلى ذلك؟ الحقيقة دعيني قبل أنني أقرر قاعدة إن دائما نحن أمام فكر يعني بمختلف أطيافه من عقيدة من فقه من فكر ولكن لا بد من أمرين نعم. لا بد من أن يكون هنالك نص يحكم وعقل يفهم هذه دائما أقولها وأكررها نص يحكم من غير عقل يفهم طبعا لا فائدة من ذلك من ذلك وأيضا وجود عقل من غير نص لا يمكن أيضا لأن عقول الناس تتفاوت وتختلف من غير نص تهتدي به وتهتدي إليه إذن وجود النص الذي يحكم يعني وجود النص الحاكم والعقل الفاهم هذه أمران متلازمان لا بد منهما نعم. طبعا قضية التجديد هناك طبعا تجديد الدين وهنالك تجديد في الخطاب الديني نعم. وهنالك تجديد في الخطاب الفكري تجديد الدين بمعنى إعادة رؤاه وما عليه كما كان طبعا في السابق من حيث الانضباط من حيث طبعا الأخذ طبعا بفهم النص من العقل الفاهم
يعني بحيث أنه يعني كل ما يأتي الدين يتراخى في زمن ما يكون هنالك أناس يجددون هذا الدين، يعني يجددون التمسك بالدين. مع التقرير الدين هنا التمسك بالدين وتحكيم الدين، هنا هذا التقرير. تقرير الدين، تقرير الخطاب الديني هو تقرير النقاش أو الطرح حول النص الديني. النص اللي يتمثل في القرآن الكريم، يتمثل في طبعا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل طبعا في الأقوال المستنبطة منهما من الصحابة الكرام ومن التابعين الكرام ومن علماء الأمة. يعني هذا هنا يعني تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني هو تجديد الطرح لفهم النص، يعني بحيث أن هذا الطرح يتلائم مع كل عصر. نحن الآن في عصر تختلف المفاهيم فيه والطرح حوله عن مثلا قبل 100 عام أو عن قبل 50 عاما، وفي بعض البلدان يمكن اختلفت بسرعة. نعم. فإذا لا بد من تجديد الخطاب الديني، الطرح الديني كيف نطرحه الآن، كيف نفهم النص يعني في هذا العصر في هذه المتغيرات. لا شك أن حتى احنا عندنا في السلطنة نجد خطابنا الديني قبل 50 سنة يختلف عن خطابنا الآن. نعم. مفاهيمنا اختلفت عن السابق، طرحنا اختلف، منهجنا اختلف، اسلوبنا اختلف. هذا هو تجديد الخطاب الديني. تجديد الفكر الديني قضايا فكرية، القضايا الفكرية تنبثق من حركة الحياة المرتبطة بالدين. هذا تجديد فكر الدين. طبعا هذه خاضعة أيضا للبيئة، خاضعة لما يمليه طبعا. هذه يعني انحصر في القضايا العامة، الأمور العامة، الإنسان كيف حركة الحياة حركة واسعة، كيف الإنسان يعني يضبطها بالمفاهيم اللي هي لا تتعارض مع النص الديني، لا تتعارض مع فهم العقل للنص الديني. يعني هنا هو يصير تجديد الفكر. يعني تجديد الفكر الديني الفكر الذي هو طبعا يستنبط من ذلك النص الديني ومن ذلك العقل الذي يفهم ذلك النص الديني، ويتجدد بتجدد حركة الحياة. يعني في مستجدات كثيرة، في أشياء كثيرة، المستجدات جابت لنا مشكلات أيضا. مشكلات بالفعل، يعني هناك مستجدات ما من مستجد إلا وله مشكلة. والحقيقة إن التطور من سمة هذا الوجود، من سمة هذا الكون، يعني كما يقال على أنه يعني التجاذب بين في الوجود بين الموجب والسالب، بين يعني هو موجود، هذا نتيجة الحركة ونتيجة التطور يعني. نعم. فهذا هو لابد منه، يعني لابد من إنسان ينزل إلى الواقع، إلى الواقع المعيش ومعطيات الحياة الجديدة الحياة أيضا ينزل يعني. نعم. هذا ما يعرف حتى في الفقه، فقه الواقع، فقه الواقع. في هناك فقه الواقع، في هناك فقه الأولويات، في شيء أولى من شيء. يعني مثلا هو جايز لكن هذا الشيء فعله أولى من ذلك الشيء، فهنا فقه الأولويات وفقه الواقع. واقع الحياة يفرض علينا حاجة معينة. يعني هذا السؤال يقودني إلى سؤال آخر، ما رأيك أيضا سعادة الشيخ أحمد فيما يسمى بالإسلام السياسي، أو في أن الحركات الإسلامية عندما تصل إلى الحكم مثلا، هل هذه الحركات تخدم الدين عندما تكون في منصة الحكم، أم إنها لا، يعني يكون ردة الفعل العكسية على الدين تكون أكثر يعني سلبا؟ هي حجة هناك أولا فهم النص الديني، ماذا يفهم هذا العقل من النص الديني. فهناك طبعا تتوقف يعني صحة الأمر من عدم صحته. طبعا ماشي هناك سمو إسلام سياسي في الحقيقة، في المفهوم الإسلامي هناك السياسة الشرعية، السياسة الشرعية أو الفقه السياسي القائم على مناقشة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. يعني الفقه السياسي أو فقه السياسة الشرعية هو قائم على مناقشة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ماذا على الحاكم تجاه المحكوم وماذا على المحكوم تجاه الحاكم. فهنالك ولي أمر، وهنالك يعني وزارة التفويض، وهنالك طبعا مجلس شورى أهل الحل والعقد، وهناك العديد من هذه الأمور. إذا كانت هذه المنظومة طبعا وضعت في وضعها الصحيح، فيكون لا شك يكون الحكم رشيدا. أما إذا كان يعني الإنسان يتوصل إلى الحكم بغرض ديني ثم يقوم بتقتيل المخالف،
بقتل المخالف وتكفير المخالف وبالتنكيل بالمخالف وإقصاء الرأي الآخر وإقصاء المخالف. طبعا لا شك أن هذا يتعارض مع الإسلام، مع الإسلام يتعارض. نعم. الإسلام يسع لجميع، وهناك ضوابط الإسلام له طبعا كيف يتعامل يعني الحاكم مع المحكوم، سواء كان هذا المحكوم مسلما سواء كان المحكوم غير مسلم. الإسلام وسع لجميع. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة وضع دستورا، حقيقة دستور مواطنة، وهو دستور المدينة المنورة، أنا ذكرتها في معالم سنبوية واستخرج منها يعني 82 يعني أو استخرج منها 82 بندا استخرجت من هذيك الوثيقة النبوية من دستور المدينة، سميتها دستور المدينة أو دستور المواطنة. هي طبعا أول وثيقة للمواطنة، أول دستور للمواطنة بين الحاكم والمحكوم وبين المحكوم فيما بينهم. نعم. أول دستور يعني في المدينة، لا أول دستور في العالم، يعني أقيم في المدينة، نعم. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقضها اليهود طبعا. نعم. اليهود هم الذين اعتدوا عليها ويقضوها. نعم. يعني كان كل الطوائف بما فيها اليهود. نعم. نعم. هذا يقودنا إلى بحثك أيضا حول التعامل مع غير المسلمين، رؤية إسلامية وواقع تاريخي، إلى ماذا توصلت؟ هذا بحث طبعا عددته لندوة التطوع الفقهية قبل عامين حقيقة هنا في السلطنة، فطرحت فيه لا شك أن هناك طبعا نحن تعاملنا هنا في عمان، تعاملنا مع اليهود، أن اليهود كانوا يأتون إلى عمان كتجار. نعم. يعني ما كان هناك حقيقة يهود عمانيون يعني من أصل عماني، ولكن كانوا يأتون كتجار ويقيمون سواء كان في صحار أو في مسقط أو في بعض المدن الأخرى، يعني حسب أين تكون حركة، حيث تكون يعني عاصمة الدولة، أين تكون عاصمة الدولة يكون موجود جميع العناصر فيها، جميع الجنسيات يعني من، فكانوا يأتون يقومون بالتجارة، فكان الحكم في عمان سواء كانوا أئمة أو ملوكا كانوا يتعاملون معهم على مستوى يعني العلاقة المحترمة التي أقرها الإسلام لهم، يعني فوسعوا لهم في التجارة، فكانوا وجاوروا العلماء وكانوا يتزاورون يعني، وكان العلماء يزورون هؤلاء الناس ويأكلون من عندهم يعني. فهذه هي الحياة في الحقيقة اللي يطلبها الإسلام، لأن الإسلام يحمي طالما أن هذا الرجل معترف بشرعية الحكم الإسلامي ويؤدي ما عليه، يجب كذلك أن يحمى من قبل هذه الدولة الإسلامية، من هذه الدولة في الإسلام. نعم. يعني والعمانيين تعايشوا مع اليهود، تعايشوا مع المسيحيين، تعايشوا مع المجوس، تعايشوا مع الهندوس الذين هم يعني قريبين من المجوس. يعني فطالما أنهم اعترفوا بشرعية الحكم ونفذوا قوانين الدولة، خلاص يجب أن يحموا يجب من قبل الدولة، وهذا الذي سار عليه طبعا العمانيون تجاه جميع الأجناس التي عاشت، الطوائف الأخرى والأديان الأخرى. نعم. 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 أعود للرسائل النصية. نعم. سعادة الشيخ أحمد، السلام عليكم. الشيخ أحمد بن سعود السيابي يعتبر أب للتاريخ العماني المعاصر، هو مفكر إسلامي قل وجوده في وقتنا المعاصر، نهنئكم بهذا اللقاء المبارك، نهنئ أنفسنا بوجود الشيخ أحمد معنا اليوم في حديث الروح. من أبو أنس السيابي، شكرا جزيلا لك يا أبو أنس. الأخت نايلة، لا تنسي الأستاذ الدكتور إبراهيم الكندي ودوره الرائد في نشر العلم عبر برامجه الإذاعية. والله أنا ما ناسي أبدا الدكتور إبراهيم، والدكتور إبراهيم يمكن من الشهور الأولى لحديث الروح، يعني من السنة الأولى لحديث الروح، وإحنا الآن دخلنا في السنة الثالثة، أنا كلمته وهو موافق، لكن هو يريد حلقة مسجلة، فأنا طلبت منه حلقة مباشرة، قلت له دكتور إبراهيم الناس يعني تتفاعل معك، قال لي أنت متأخرة وايد، يعني من 8 إلى 10 يعني بالنسبة له متأخر، وبعدين خاف على صلاة العشاء يعني. لكن إن شاء الله أعدكم أن نعمل حلقة مع الدكتور إبراهيم الكندي في القريب العاجل، بس أنا كذا تتهيأ ظروف المناسبة لي وأسجل هذه الحلقة مع الشيخ الدكتور إبراهيم الكندي، أبدا ما ناسبتنا. أختي الدكتورة هدى العويسية، شكرا جزيلا لك، شكرا على رسالتك، وما زلنا أيضا نتقبل أو نستقبل رسائلكم على 90 45 6 90 45 6، وضيفنا هو سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مجلس الإفتاء، مكتب الإفتاء، مجلس الإفتاء، هذا ما مالنا مجلس الإفتاء، مكتب الإفتاء. الشيخ
أحمد، احنا تكلمنا عن بداية نعود الحين لتجربتك وتطفنا على مختلف آرائك لكن نعود أيضا لتجربتك العملية. عملت مساعد أمين مكتبة، وقلت لي أيضا أن هذا العمل هو اللي منحك القدرة أو منحك الوقت عفوا على قراءة هذه الكتب وعلى الاستفادة من الكتب، ويمكن نمى مهارة القراءة وحب القراءة عندك. حقيقة يعني أعود بالذاكرة إلى القديم لما كنت وقد تعينت في وزارة التربية والتعليم يعني كاتبا إداريا في الأرشيف أو في قسم المحفوظات يسمى الآن، أو قسم التنسيق الآن يسمى يعني بالمسمى الإدارة الحديث. وبعد ما تعين طبعا اسمه السيد فيصل بن علي آل سعيد وزير التربية والتعليم، قابلته فأرادني أن أكون موجها للتربية الإسلامية. تلك في تلك أيام طبعا الموجه له طبعا ميزات جيدة وراتب أكبر في الحقيقة، ولكن أنا رغبت أن أكون في المكتبة في المعهد، وكانت أيام المعهد الإسلامي في الوطية اللي هو صارت فيما بعد كلية الشريعة والقانون، فوافق على ذلك جزاه الله خير يعني. فأصدر أمرا في اليوم التالي بأني أكون يعني مساعدا لأمين المكتبة. كان أمين المكتبة هو الشيخ الأديب الشاعر علي بن جبر الجبري، وكان يداوم في المكتبة في وقت النهار في وقت الصباح، وكنت أنا أداوم في وقت المساء من الساعة 4 إلى الساعة 10 مساء. حقيقة طبعا مع وجود يعني قليل من الطلاب والحياة كانت هادئة وقليلة، يجيوا بعض الزائرين وبعض الذين كانوا يأتون من المدرسين لحضور الدورات التدريبية في وزارة التربية والتعليم، كانوا يأتون إلى المعهد وإلى المكتبة، ولكن في الحقيقة هنالك فراغ جيد يعني. فاستغلي ذلك الفراغ في قراءة العديد من الكتب وحفظ الكثير شيء من الأشعار يعني، وقراءة كتب أخرى في الحقيقة يعني. تفرغت بعض الكتب حقيقة قرأتها بالكامل يعني، وبعض الكتب اطلعت عليها، وبعض الكتب طبعا قرأت منها يعني. فكان الوقت يعني ممتاز وهادي وجميل يعني، يعني استفدت حقيقة من ذلك الوقت فعلا. فأعتبر نفسي أني تكونت من تلك المكتبة فكريا من تلك الفترة وفي تلك المكتبة. نعم. أيضا تنقلت يعني بوظائف مختلفة إلى أن انتقلت إلى وزارة الأوقاف. ما الذي جعلك تنتقل من التربية إلى الأوقاف؟ حقيقة لما كنت في المكتبة وتعين الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رئيسا لقسم التربية الإسلامية، طلبني أني أكون عنده في قسم التربية الإسلامية. ثم طبعا جاء الأستاذ يحيى بن سفيان الراشدي أيضا، فبقيت عنده في قسم التربية الإسلامية، وكنت موجها طبعا للتربية الإسلامية، ولكن يعني هو موجه وفي نفس الوقت يعني كل الأعمال التي تشرف على المعاهد. كان في تلك الفترة أنشئت معاهد دينية في إعادة الدراسة في مسجد الخور، وأنشئت معاهد سبعة معاهد، السيد فيصل بن علي أنشأ سبعة معاهد دينية على مستوى الشهادة الابتدائية والإعدادية يعني، في سناء وفي بدية في بهلة في نزوة في سمايل في الرستاق في مسقط، سبعة معاهد، وكنا نشرف عليها في الحقيقة من خلال قسم التربية الإسلامية. بعد ذلك طبعا يعني رغبت في الانتقال إلى وزارة الأوقاف، والحقيقة أنه كان الأخ علي بن إبراهيم بشنون الرئيسي هو الذي أرادني أن أنتقل إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كان وقتها ذاك تسمى يعني. فطلب من سماحة الشيخ أحمد حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أن يكلمني لكي أنتقل إلى وزارة الأوقاف، فكلمني سماحته جزاه الله خير. فكنت قبلا يعني أظهرت الممانعة نسبيا، ثم بعد ذلك وجدت أن الفرصة مواتية للانتقال وأفضل الانتقال إلى وزارة الأوقاف، فكلمت سماحة الشيخ المفتي أني أنا موافق للانتقال من وزارة التربية إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب ما كانت تسمى آنذاك. ففعلا أخذني سماحة الشيخ إلى الأخ أخينا علي بن إبراهيم بن شنون الرئيسي، وتم طبعا نقلي من وزارة التربية إلى وزارة الأوقاف يعني يمكن في بداية أو في الشهور الأولى من سنة 1977 ميلادية. من 77 وأنا في وزارة الأوقاف. في وزارة الأوقاف. نعم. عديد من المؤتمرات الخارجية، عدد من الأوراق العمل اللي قدمتها في عدد من الدول. ماذا أيضا عن مشاركتك في وضع قانون الأحوال الشخصية هنا في السلطنة؟ جميل.
قانون الأحوال الشخصية حقيقة في السلطنة، أنا قبل ذلك طبعا حضرت اجتماعات عديدة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للدول العربية في إطار مجلس وزراء العدل العرب الذي كان مقره في الرباط المملكة المغربية، وهو منبثق عن جامعة الدول العربية. فكنت طبعا مندوبا عن السلطنة في نفس الوقت وعن المذهب الإباضي، لأنه مطلوب يكون وجود عدد من المذاهب لكي تناقش الآراء ويكون هذا. وطبعا صدر القانون يعني ما عرف بوثيقة الكويت، صدر في الكويت يعني. وكان لكنه استرشادي طبعا للدول، مش ملزم. لا ما ملزم. ثم أيضا دول مجلس التعاون الخليجي رأت كذلك أن تضع قانون الأحوال الشخصية، وكنت أيضا حاضرا في النقاش حوله، وأيضا صدر أتوقع في بعض الدورات. السلطنة أرادت أن يكون لها قانون الأحوال الشخصية يعني كبقية الدول، قانون خاص بها يراعي الخصوصية العمانية. ففعلا يعني جاء الأمر السامي إلى معالي وزير العدل والأوقاف الإسلامية آنذاك الشيخ معبد الحارثي، فشكل لجنة يعني أو فريق يعني لوضع هذا القانون، فجعلني رئيسا لهذا الفريق أو لهذه اللجنة، وكان يعني وكنت مع أو يعني مع فضيلة الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، رئيس المحكمة العليا حاليا، وكان أيضا هناك الشيخ زاهر بن عبد الشيخ المكرم زاهر بن عبد الله العبري عضو مجلس الدولة حاليا، وهناك أيضا الشيخ سلطان بن مطر العزيزي الذي لا يزال أظن في وزارة العدل، يعني يمكن لا أدري مسماه الوظيفي حاليا. فكنا نحن الأربعة في الحقيقة اجتهدنا في وضع قانون الأحوال الشخصية لحوالي مدة عام كامل، كنا نجتمع في المساء نناقش الأقوال ونبحث في كتب الفقه إلى غير ذلك، ونختار القول المناسب الذي يناسب الحياة الاجتماعية لكل سلطنة من أقصاها إلى أقصاها. فالحمد لله وضعنا هذا القانون وصدر به المرسوم السلطاني في عام 1997. نعم. هل ترى بأن القانون بحاجة إلى تجديد؟ لا شك أن كل قانون يجب أن نحن الآن مر على القانون الآن تقريبا يمكن حوالي 18 عاما، فلا بد من تجديد حقيقة. أنا في الحقيقة أود لو كان هناك نظرة إليه على كل 5 سنوات، لأن الحياة تتجدد والأفكار تتجدد والطرح يتجدد، فمن المحبذ أن يكون هنالك تجديد لهذا القانون كغيره من القوانين وكغيره من أمور الفكر، لا بد من يخضع للتجديد. هذه سنة الحياة في الحقيقة، إن لم يكن كل 5 سنوات ولا على الأقل على كل 10 سنوات، يعني عقل من السنين. نعم. من سلطان الحكماني، الشيخ أحمد بن سعود حفظه الله شيخ نزيه، وهو أول من طالب بإقامة مجلس ثقافي عربي لنشر اللغة العربية في أنحاء العالم، وهذا دليل عظيم على اهتمامه باللغة العربية. هذا في الحقيقة كنا في بعض المؤتمرات بعض اللقاءات في الخارج وحضور كبار المسؤولين، فأول مكان طالبت فيه بهذا أذكر كان هناك اجتماع برئاسة سمو الأمير الحسن بن طلال، يعني عندما كان آنذاك وليا للعهد ويرأس المؤسسات العلمية والتعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكنا في جامعة آل البيت، وأتوقع أنه كان كذلك في إطار منتدى الفكر العربي، يعني وهناك حضور كبير من الأساتذة، فيتحدثون عن ما تتعرض له اللغة العربية يعني من اعتداءات يعني إن صح التعبير، ومن نكوص عنها من قبل أبنائها، يعني كما عبر عن ذلك شاعر النيل حافظ إبراهيم. يعني فأنا رفعت يدي إلى سمو الأمير فقلت له: يا سمو الأمير، لماذا لا تسعون إلى إنشاء مجلس ثقافي عربي على غرار مجلس الثقافي البريطاني والمجلس الثقافي الفرنسي والمجال الثقافية الأخرى التي تنشر لغة تلك الدول؟ نحن بحاجة فعلا على أن يكون ذلك طبعا في إطار جامعة الدول العربية، ما يكون طبعا تتبنى دولة واحدة لا، ويكون يخضع لتوجيهات تلك الدولة، لا، أن يكون هذا في إطار جامعة الدول العربية، أن تنشي هنالك مجلسا ثقافيا عربيا في كل أنحاء العالم حتى يتمكن الناس من معرفة اللغة العربية ومن التحدث باللغة العربية ومن نشر اللغة العربية.
طبعا هو الفكرة تستحسن ولكن على الصعوبة في التنفيذ. في التنفيذ. وطرحت هذه الفكرة على في أماكن أخرى، ولكن كما ذكرت هي القضية قضية التنفيذ يعني. نعم. إن شاء الله ترى النور. معروف عنك بأنك لصيق وملازم لكتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للشخصي في حلك وترحالك، ما سر ذلك إضافة إلى إعجابك بجامع أبي الحسن البسيوي؟ بالنسبة إلى أنا أولا قبل كل شيء أنني معجب بجميع الكتب في الحقيقة. نعم. وأقرأ جميع الكتب، فما من كتاب إلا وفيه فائدة. نعم. ما من كتاب إنسان يقع في يد إنسان ويقرأ إلا ويجد فيه فائدة. ما لا لا يمكن أن يكون هناك كتاب ما فيه فائدة، وهذا الذي ينصح به الحكماء وكبار العلماء إلى غير ذلك. منهج الطالبين طبعا يعجبني فيه أنه كتاب حرر الكتب السابقة، اختصرها وحررها وصاغها صياغة جميلة. يعني هو اعتمد على بيان الشرع، واعتمد على كتاب المصنف للشيخ الكندي أيضا الشيخ أبو بكر الكندي، واعتمد على كتاب الضياء، وعلى كتب ابن بركة، وعلى كتب أبي سعيد الكدمي، وعلى كتاب جامع بن جعفر، وعلى كتب من قبله، فصاغها صياغة تحريرية. فهذا الكتاب جميل، طبعته وزارة التراث والثقافة في 20 مجلدا، في 20 جزءا، وهو كتاب جدا جميل ورائع، لأنه يعتمد على تحرير المسائل الفقهية ويصوغها بأسلوب جميل. يعني حتى أن الإمام الخليل محمد الخليل رحمه الله كان معجبا به، ويتمنى أن لو يطبع في عهده طبعا أن يطبع هذا الكتاب، لأنه كتاب حرر المسائل وبأسلوب جميل وسهل. فأنا في الحقيقة يعني حقيقة يعني أقرأ فيه يعني ربما كل مرة تكتشف شيء يعني. الحمد لله. نعم. ربما أني قرأته بالكامل طبعا، ولكني أيضا أرجع إليه بين فينة وأخرى عندما أبحث مثلا، كما البحث هذا اللي هو طبعا المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات. نعم. الذي طبعا أعددته لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكتب الأخرى الفقهية التي أعددتها لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أو يعني البحوث الفقهية أعتمد حقيقة عليه يعني. في مؤسسات على مستوى الدول العربية والإسلامية والعالمية يعني كان لك فيها تعاون وألقيت فيها بحوث ومحاضرات؟ نعم. أنا عضو، أول قبل شيء أني عضو في العديد من المؤسسات في الخارج. أنا عضو في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف في جمهورية العربية، وأنا عضو في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وأنا عضو طبعا في مؤسسة أهل البيت الملكية الفكر الإسلامي بالمملكة العربية الهاشمية، وأنا عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عضو كذلك برابطة الأدب العالمي الإسلامية طبعا، لكن هذه طبعا هذه مؤسسة غير حكومية يعني. وهنا في السلطنة كذلك عضو يعني في المنتدى الأدبي، في لجنة تحقيق المطبوعات يعني، في وزارة التراث والثقافة. نعم. يعني في بعض الندوات هنا يعني. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لضيفك الكريم سعادة الشيخ أحمد السيابي، استفدت من علمه في دراستي في الماجستير والدكتوراه. هذه الرسالة من الدكتور سعيد الغيلاني من جامعة سلطان قابوس. معروف. معروف الدكتور سعيد. نعم. شكرا. نعم. جزيلا أيضا دكتور سعيد. ما تكلمنا عن الشيخ عامر بن سعيد الحجري؟ والله طبعا أنا أترك الحديث ليش حتى أنت تطرح الموضوع يعني. فالأستاذ عامر عن وفاته. الأستاذ عامر بن سعيد الحجري هو زميلنا وأستاذنا يعني، تزاملنا جميعا في قسم التربية الإسلامية لما كان رئيس القسم هو الشيخ سعيد بن حمد الحارثي، ثم الشيخ أحمد بن سفيان الراشدي، وكان رجلا مؤرخا ورجلا في الحقيقة يعني في غاية الأخلاق وفي غاية النبل وفي غاية الكرم، وكنا نزوره في بدية، وأنا حتى لما زرت بدية قبل أقل من 2 عامين أتوقع زرته في منزله. ويعني ورجل صالح وفاضل وعنده علم في الحقيقة، ولديه مكتبة كبيرة يعني خاصة ما يدل على حبه للعلم. فهو رجل في الحقيقة يعني نعزي أنفسنا أولا بوفاته، ثم نعزي أهله، نعزي جماعته، ونعزي أقاربه، ونعزي العلم. نعم. وأهله في الحقيقة، ونعزي الفضل كذلك، لأنه رجل فاضل في الحقيقة. فأقول يعني رحمة الله عليه، هو زميلنا وهو أستاذنا، عشنا جميعا عيشة طيبة، تزامنا نحن وهو يعني. نعم. أنا وهو في هنا في مسقط
في العمل لما كنت في وزارة التربية والتعليم. نعم الله يرحمه ويغفر له بحوله تعالى. الشيخ أحمد بن سعود السيابي بفكره وعلمه وبحثه واطلاعه الواسع الموسوعي وحضوره العلمي الفكري البارز يمثل العالم والمفكر العماني في التعاطي الواعي مع الواقع المتغير والنظر إلى التاريخ بعين البصير. نرجو أن يستفاد من علمه وفكره في توجيه الباحثين والمفكرين المعاصرين. سعدت وشرفت بمعرفة والاستفادة من فكره وعلمه، بارك الله فيه وفي جهده، شكرا جزيلا له على فيض علمه وفكره، ولك نائلة على محاورة. هذه الرسالة من المهندس سلطان الشيذاني من شركة تنمية نفط عمان، مدير مركز الدراسات، واللي استضفناه أيضا في حديث الروح. شكرا لك، شكرا جزيلا مهندس سلطان. التقيت في أمريكا بالمهندس مهندس سلطان أيام ما كانوا طلاب. أول ما عرفت به في أمريكا في الحقيقة أيام ما كان طالب. نعم أيام كان طالب، وتعرفت على الكثير في الحقيقة من القيادات الآن في العمل، يعني كانوا في الدراسة في أمريكا يعني. أنا ذهبت إلى هناك لحضور بعض المؤتمرات التي كانت تقام في العطلة في الثمانينات في العطلة هنالك يعني. نعم. في شهر ديسمبر، والتقي بهم حقيقة يعني، فكان بين هناك حوارات وهنالك طبعا لقاءات وبقت العلاقة وبقت. نعم جزاهم جزاهم الله، أنا أشكرهم في الحقيقة. نعم. أنا أشكرهم، جزاهم الله خير. وشكرا مرة أخرى للمهندس سلطان. ذكرت لي بأن هناك بعض المواقف الطريفة اللي دارت في رحلاتك أنت والشيخ أحمد الخليلي. هنختم الحلقة بهذه ببعض هذه المواقف. والله هناك طبعا لا شك أن علاقتي بسماحة الشيخ العلامة الجليل أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله، يعني كما ذكرت هي علاقة طويلة، لعلها يعني قد لا توجد بين شخصين هكذا من على مدة 45 عاما. ولكن في موقف طريف حقيقة جميل يعني ذكرته في تأبين الأستاذ أبي معاذ، يعني وحتى الشيخ يعني يمكن قد نسي الموضوع. نعم. طبعا بعض الزملاء عندنا ذهبوا للدراسة في مصر، هذا في عام بداية عام 1972، ولعل الشيخ يعني لم يعجبه وجودهم في مصر آنذاك، لعل جاءته أخبار يعني هو لم يرتح إليها قد يكون. ونحن في الحقيقة لما سمعنا وبالإمكان الذهاب، طبعا في ذلك أيام طبعا الأشياء هذه متاحة، يعني البعثات والدراسة في الخارج متاحة. متاحة نعم. فاتفقت مع الأستاذ أبي معاذ، خط رأيه ما كيف رأيه، لو كنا نحن أيضا نلتحق بهؤلاء الأخوة ونذهب للدراسة في مصر في الأزهر ونعيش الحياة في مصر. ذيك الأيام كان الحياة هنا في السلطنة بعدها لا تزال متواضعة، يعني في بداية عام 1972 للميلاد الحياة متواضعة، سواء هنا في مسقط مع شيء من التحسن، أما في البلدان فلا تزال الحياة يعني بدائية ومتخلفة مع بعض طبعا التطور. فرغب كذلك الأستاذ أبو معاذ، واتفقنا على هذا الرأي في الإجازة الصيفية. أنا كنت ذهبت لزيارته في سمايل في الصيف، أنا كنت في نفعة أقضي الصيف وهو في سمايل مع والده. فرغب الأستاذ أبو معاذ، وعند بداية العام الدراسي في مسجد الخور ذكرنا ذلك للشيخ الخليلي إن نحن نرغب أن نذهب للدراسة في الأزهر كذلك في مصر. لا أذكر حقيقة بالدقة هل طلبنا منه الشفاعة أو هو قال أنا أزوركم برسالة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، وكان حين ذاك الوكيل هو الشيخ سالم محمد الغيلاني، وكان مقر وزارة التربية والتعليم في بيت الفلج. نعم. في مواد غير في مبنى مواد غير ثابتة. ثابتة. نعم. يعني في الجهة الشرقية المقابلة، شرق الشارع مقابل البنك البريطاني حاليا هناك. فقال طيب أنا أعطيكم رسالة لسعادة الوكيل. فأعطانا رسالة وجئنا بالرسالة ودخلنا على الوكيل الشيخ سالم الغيلاني، فأخبرناه برغبتنا إن نحن نريد أن نذهب للدراسة في مصر للالتحاق بزملاء لنا. وهذه رسالة من الشيخ الخليلي. لما فتح الرسالة قال أن الشيخ الخليلي كتب هذه الرسالة بأنه لا يوافق على ذهابكم إلى القاهرة.
فحقيقة يعني كان، لكن تقبلنا طبعا لأن هذا من حب سماع الشيخ، من حبه فينا طبعا يعني تقبلناها كنا بصدر الرحب في الحقيقة. يعني فما كان في القلب شيء على الإطلاق، احنا كنا صحراء راغبين دراسة القاهرة ونعيش حياة القاهرة، خاصة بعد ما سمعنا عن الحياة في مصر في القاهرة على النيل والمطاعم والكازينوهات والأفكار والعلماء يعني والحركة يعني كانت حياة متقدمة في مصر يعني آنذاك. ولكن مع هذا انه رغبه سماحه الشيخ الخليلي جزاه الله خير تقبلناها لانه من حبه، من حبه فينا. وجي اليوم اللي رحتوا فيه القاهره واستفدتوا فيها طبعاً من الحياه في القاهره. طبعا طبعا, طبعاً, طبعاً نعم طبعاً. اخذ دبلوم عالي في الشريعه من دار العلوم جامعه نعم القاهره صحيح. ايضا نعم سنه كم؟ هذه في عام تقريبا 1998 ما اتذكرها الان حقيقه. نعم أي. طبعا الشيخ أحمد السيابي هناك الكثير من الكلام في سيرته، وسيرته دائما ترتبط بالأبحاث وبالمحاضرات وبالندوات التي شارك فيها وبالكتب التي قام بإعدادها. إيش الكتاب القادم الشيخ أحمد؟ والله إن شاء الله فيه يعني مشروع، إن شاء الله مشروع من المؤلفات إن شاء الله نتفرغ بس فقط يعني إن شاء الله فيه هناك مشروع الوسيع في التاريخ العماني إن شاء الله يقوم على التحليل وعلى التعليل وعلى التوسع في التاريخ العماني. هناك إن شاء الله نية لكتابة الدستور الفقه الإباضي في الحقيقة، نعم يعني لتدوين الفقه الإباضي على كمواد دستورية قانونية حتى نعم. يتيح لكل إنسان أن يقرأ الفقه يعني نعم. وهناك طبعا مشاريع تأليفية أخرى إن شاء الله يعني إذا يعني ضط على بقانا يعني في هذه الحياة وكان في العمر بقية وهنالك فراغ في البال وفراغ نعم. في الحال إن شاء الله يعني إن شاء شيئا الله. فشيء إن شاء آخر الله. رسالة أقرأ آخر رسالة، سررت واستفدت من حلقة حديث الروح ولقاء سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب الإفتاء. هذه الرسالة من الأستاذ الحكم بن سالم الفارسي. شكرا جزيلا لك أستاذ الحكم، شكرا على متابعتك، وشكرا جزيلا لكل الأخوة اللي استمعوا إلينا واستمعوا لحلقة الليلة وشاركونا أيضا بالرسائل، وكل الأخوة الذين أيضا استمعوا ولم يشاركوا بالرسائل. حلقة الليلة كانت مع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام بمكتب الإفتاء. شكرا جزيلا سعادة الشيخ. وأنا في الحقيقة أشكركم، شكرا على إتاحة هذه الفرصة واللقاء يعني صوتا بالأخوة وبأصحاب الرسائل، وجزاهم الله خير على مشاعرهم الطيبة النبيلة تجاهي يعني. وأشكر إذاعة العمانية وأشكر الأستاذة نايل على هذه الفرصة يعني الجميلة. والأمسية يعني الجميلة الفكرية الرائعة التي استفدت منها أكثر مما أفدت الآخرين. الله يسلمك. أشكر الجميع في الحقيقة، أشكر الجميع من مداخلين ومن مستمعين ومن، والشكر يعني كل الشكر لكم هنا والشكر للإخوة المخرجين يعني جزاهم الله خير. الله يسلمك يعني. الله يسلمك. والشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا رب. إذا ليلة سعيدة نتمناها لكم أينما كنتم، إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم مع ضيف آخر من ضيوف حديث الروح. في الإعداد والتقديم كانت معكم نايلة بنت ناصر البلوشية، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. تذكرني بماض في عهودي، تذكرني بأحلى ذكريات، تقاسمنا العلوم بلا قيود، تقاسمنا العلوم بلا قيود، تقاسمنا رياضا مترعات، تقاسمنا كزهار الورود، نردد شعرنا في كل ناد، ونهتف بالمحبة في صمود، ونهتف بالمحبة في صمود. لقد عشنا كأطيار تسامت، تحلق فوق أنظام النشيد، لقد عشنا كبرعوم تسامت، بأزهار تحلق في صعودي، بأزهار تحلق في صعودي.
تذكرني الليالي كل أنس، تذكرني بماض في عمودي، تذكرني بأحلى ذكريات، تقاسمنا العلوم بلا قيود، تقاسمنا العلوم بلا قيود. فيا ذكرى الأحبة لا تزولي، وصبي من نداك على وريدي، فصبي شهدك المعسول فينا، وزيدي من نداك ألا فزيدي، وزيدي من نداك ألا فزيدي. أتذكر يوم كنا في صفاء ونور الحق يشرق في الوجود، لقد صنع حروفا من وفاء، لقد صنع منارا للعهود. تذكرني الليالي كل أنس، تذكرني بماض في عمودي، تذكرني بأحلى ذكريات، تقاسمنا العلوم بلا قيود، تقاسمنا العلوم بلا.